رميتها من الشارع ودخلتها عندنا البيت وهي سبب كل البلاوي. طلقها طلقها يا ايمن، طلقها يا حبيبي وارميها في الشارع اللي انت جبتها منه. طلقها يا ايمن. ماما اهدي شويه، وكل اللي انت عايزاه هيتعمل، بس اهدي شويه. اهدي قسما بالله العظيم ثلاثه، لو ما طلقت الكلبه دي ورميتها في الشارع لكم مبلغه عنها وخلاهم يحبسوها. هحبسها لك يا ايمن، هحبسها. بس بس يا اختي صوتك عالي، وجعتي وداني. ايه دو 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 دو. بعدين تعالي لي هنا. تحبسي مين يا روحي؟ اسمها تحبسي ابنك. ابنك هو اللي بيتاجر في الحشيش قدام الناس، هو اللي بيبيع الحشيش عنده في المحل. اسمعي، مش اشجان اللي يتلوي دراعها يا رحطان. يا اخي قطعي دراعك، يمين بالله العظيم ثلاثه يا ايمن، يمين بالله، يمين بالله كمان مره. لو ما رميت عليها اليمين دلوقتي حالا لا انت ابني ولا اعرفك، وتاخدها وتطلع بره بيتي. انت فاهم ولا لا؟ ماما اتفضلي استريحي في اوضتك، وبكره نتفاهم ان شاء الله. نتفاهم على ايه ايمن؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا ضنايا؟ قول لي يا حبيبي على امك. هي مالك صاحبك كده ليه يا حبيبي؟ عامله لك ايه؟ كلمني يا حبيبي كلمني. مالك يا ولادي مالك؟ مش ابنك قال لك يا ماما ادخلي الاوضه يا ماما وانا جاي وراكي يا ماما؟ ما تدخلي يا ماما. اشجان لو سمحتي اسكتي انت دلوقتي وانا هتصرف. اتصرف يا حيلتها، بس يا اخويا وانت بتتصرف ما تنساش تفهم امك مين اللي بيصرف على البيت ده، وتحمد ربنا وتبوس ايديها وش وظهر ان هي لاقيه الفلوس تصرف عليها علشان تاكلها لماما. يلا يا ماما، يلا ماما على اوضتك وبكره نتفاهم. يلا اتفضلي يا حبيبتي. حشيش. سلامة يا ماما. حشيش يا ايمن. حشيش يا بيبي. راجع حالا يا حبيبتي، مش هتاخر. النبي عاد. نفسي بقى اغير المركب، انا نفسي اعمل مركب اسمي كده واكبر في السوق. ماركه ابو الشوشو ولا النونو؟ لا فوفو، عايزاها ماركة دلع كده دلع. طموح. ها قول اللي كتبت. تجلس البطلة شروق على شاطئ البحر تقذف الحصى بينما تنظر عينيها إلى اللاشيء. الإيه يا أخويا؟ اللاشيء يعني مش بتبص لحتة معينة. طب يا أخويا ما تكتب بقى على طول مش بتبص في حتة معينة، ولا أنت لازم يعني تتفلسف علينا؟ قصدها تتفلسف يعني. شوف النجمة عاوزة ايه. عينينا يا نجمة، كملي اتفضلي. متشكرة يا مونتي. اكتب يا اخويا. لا تجلس انت، مالك هتكلكعهالي ليه؟ ما تكتب شروق اللي هي البطلة اللي هو انا زوزو قاعدة على البحر بتبص في اللي ولا حاجة. والله ابداع. اكتب يا حبيبي. تجلس البطلة شروق. يا دي الخيبة، قلت قاعدة على البحر. قاعدة البطلة شروق على البحر بتبص للولا حاجة. بقول لك يا منتج، أنا بصراحة يا أخويا القصة دي مش عاجباني، مفيش أكشن يعني، ولا أنت إيه رأيك يا عيد؟ أيوة إحنا عايزين زوزو كده تطير في الجو وتمشي على الحيط، الحاجات دي. يا نجمة إحنا هنطيرك وهنعمل لك كل حاجة. يا عزمي شوف النجمة عاوزة إيه وأعمل لها كل اللي هي عاوزاه. طيران إيه وقصتها إيه؟ ده فيلم رومانسي يا جماعة مش أكشن. ما إيه يا أخويا إنه فيلم رومانسي مش أكشن؟ إيه المشكلة؟ طب ما يا اخويا المثل بيقول ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. اكشن ده بقى يا اخويا ولا مش اكشن؟ يا مؤلفين يا بتوع التاليف. هكمل انا وصيته ولا هتجيبوا حد جري؟ استنى انت يا عزمي، كملي يا نجمه، قولي كل اللي جواكي. انا هقولك كده واريحك كده وافتح دماغك. شروق اللي هي انا زوزو بطلة الفيلم قاعده يا اخويا على الشط بتبص في اللي ولا حاجه، ماشي؟ يقوم طالع عليها أربعة بلطجية يثبتوها، وكده بقى نبتدي الأكشن. حلو ده. نعم شفت الألماس؟ اكتب بقى خيال أهو. شفت الواد عيد فهمني. أنا هقول الأربعة دول بقى إيه؟ قال إيه يا أخويا؟ جايين يغتصبوها. زي بقى إيه؟ فاكر ليلى حلو لما عملت فيلم المغتصبون؟ اللي هو كان مثله معاها الممثل اسمه حاجة الوزير، ده اسمه إيه؟ حمدي، حمدي الوزير. لما عمل كده. ايوه يا اخويا لما عمل كده، ماشي. بعديها بقى ايه؟ هو لما اغتصبها راحت هي ايه، راحت ل بتاع الملاكمه. يا واد يا عيد بقيت بنسى الاسامي. انا عارفه الشحات مبروك. لا دي يوسف منصور، دي لعبتي انا. انا مش عارفه يا اخويا هو بقى شحات ولا يوسف منصور ولا اسمه ايه. ده فيلم المغتصبون والتاني فيلم قبضة الهلالي. انا شفت يا اخويا الفيلمين، بس دي مش مشكلتي. احنا هنجيب بقى القبضة مع المغتصبون لخبطهم كده على بعض ونعمل قصة فيلم حلوة، بس بشرط انا برضو زوزو، يعني لازم تحط لي رقصة. ما هلال العلو غنت يا اخويا قنبلة وعملت عليها رقصة، فلازم كده تطلع لي فيلم حلو.
اعمل لها يا عزمي حاجه كده فخفخينه كده، انا عاوزك تروش النجمه، اعمل لها قبضه المغتصبون وظبط كل حاجه يا عزمي. يلا ظبط كل حاجه. هتزود لي اجر النص يا استاذ؟ ماشي يا عزمي. اللي تزود له ده ويزود لك ليه؟ اذا كنت يا اخويا خايف الناس تقول ان انت بتاخد من الافلام القديمه، خلاص اكتب ان الفيلم فكره واختراع زوزو والباقي بقى عليك. قول يا نجم. اكتب فكره زوزو واختراع. واختراع زوزو. واختراع. اكتب نقول من الاول. وادي عين. فكرني احسن بنسى. البحر. 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 زوزو البطله اللي هو انا راحت على المصيف قابلت 4 بنات اصحابها، طلعوا على وكاله البلد، لا على زنقه الستات، جابوا حاجات وبعدين ايه قابلوا 4 ولاد كده زي القمر حلوين شباب. او النبي هتطلع قصه حلوه قوي. ركز. انا دايما معايا الولد. يلا ادي الولد واديني الشيك. لعبي. دور بقى. طيب اوكي. انا بعديك. ماشي. ولد برضو؟ دايما الولاد معايا. يا توتي على طول كده تكسبي. بصرة. العبي. وانتي العبي. يلا. وانت مش هتلعب ولا ايه؟ طب انا اهو. يلا اخيرا. ولد. ماشي. يلا. يلا ما تقوليش بقى يا توتا انت معاكي الولد تاني. انا هاخد دي. وانا كمان ادي الولد الرابع. لا يا توتا ده كده كتير قوي بقى، انا مش يعني هلعب خلاص. ايه ده؟ انا حاضر يعني. مش هلعب وخلاص. في ايه؟ انا كده مش هلعب. طب يلا بقول لكم ايه؟ نلعب ايه تاني؟ انا مش عايزه اروح انام. وانا برضو. ممكن نلعب ايه تاني يا توحه؟ نلعب ايه يا توحه؟ ما تيجي نلعب الازازه. الازازه. ايه رايك؟ نلعب الازازه. يلا. وانا خلصت الازازه بتاعتي. جاهز انت على طول؟ على طول. ماشي. الا اللعبه دي. يلا. أوكي. يلا. هتقف على مين؟ اسالك انا بقى. قولي. يا ترى يعني انت ليه ما اتجوزتش حب حياتك؟ لا سؤال صايع. السؤال ده سؤالين يا توتا. يعني انت عايزه تقولي لي انت اول مره حبيت امتى؟ السؤال الثاني انت ما اتجوزتهاش ليه؟ صح؟ اوكي. اول مره حبيت ده كانت ايام الجامعه. ما اتجوزتهاش بقى ليه؟ كانت فيري كومبليكيتد وكانت معقده، وبصراحه انا بحب الحريه فعشان كده ما اتجوزتهاش. طب ماشي. يلا الدور على مين؟ اسالك انا بقى. قولي لي يا توتا، انت الحب الاول بالنسبه لك اهم ولا الفلوس؟ على حسب. يعني ممكن راجل يخليني احبه وما اهتمش بالفلوس، وممكن راجل ما احبوش فاهتم بفلوسه. يعني الراجل هو اللي بيحدد. وانت قولي بقى ليه كل الرجالة خاينين؟ ايه يا حنين السؤال ده؟ مش فاهم. وانتي قوليلي ليه كل البنات خاينين؟ عندك حق، كل الرجالة خاينين، وساعات كمان بتكون كل الستات خاينين. يلا يا جماعة كملوا. امضي على ايه يا واد يا عين؟ ده لا كاتب اسم نجم ولا حتى مخرج. مش هاكل معانا الكلام ده. يا نجمه دي كلها شكليات، المهم انك تمضي العقد. وبعدين ده انا جايب لك نجم كبير. انا اسم كاتبه اسمه هنا اسمه طاهر السحتاوي، نجم كبير قوي. نجم كبير ايه وانت مش عارف اسمه؟ ده عمل ان شاء الله. يو ده عمل افلام كبيره قوي مع الاستاذه نبيل عبيد والاستاذه ناديه الجندي. لا انا عايزه بطل كبير ونجم كبير ليه جمهور، ولا ايه يا عين؟ انا لازم اختي تقف قدام نجم، قدام بطل. انا اقول لك، انا عايزه محمود عبد العزيز.
ده عسل. عمل حته مشهد في الشقه من حق الزوجه، فاكر يا واد عيد لما كان بيغسل؟ اه زحمه يا دنيا زحمه، بوم بوم زحمه وتاهوا الحبايب، بوم بوم. هو ده بوم بوم. ايه الاستاذ محمود عبد العزيز ما ينفعش لنوعيه الافلام بتاعتنا يا استاذه. طب مين يعيد؟ حسين فهم. حسين فهم مسافر. يا استاذه والله وانا اخويا لسه كملت كلامي. لقيت انت سادد نفسي. طيب عشان احنا بقى بنعمل فيلم اكشن في ضرب وكده، وبنعمل فيه فيلم كده قصه حب حلوه، يبقى مفيش غيره، هو الشاب القمر احمد السقا. ايوه بس احمد السقا بيصور دلوقتي واحنا عاوزين نخلص من الفيلم. اجيب لك احمد الشاويش؟ لا يا اخويا، ايه الاسم الغريب ده؟ خلاص خلينا في ان انت كد. يبقى طاهر السحتاوي. المخرج بقى اختاريه انت بمزاجك. طيب ماشي. وادي عيد، واد عيد ده بيفهم قوي، كل يوم بيتفرج على نادي السينما، عارف افلام اجنبي. قول له يا واد، قول له على اسامي مخرج. احنا ممكن نجيب فان دام. يا حبيبي فان دام ده ممثل. بقول لك ايه يا نجمه، انا هجيب لك مخرج على مزاج انا. ماشي انت حر، وانت المنتج، لو الفيلم يا اخويا وقع هتقع معاه. لا ولا تقلقي، المخرج اللي هجيبه لك ده منجم اصلا نبيل عبيد وناديه الجندي. ايوه كده، يعني بيعرف يتعامل مع نجمات. ايوه ماشي تمام. وادي عيد شوف الاجر كام. ما توريه. مش هينفع، انا لازم اظبط الدنيا. لا يا اخويا انا مش هاخد الاجر ده، وهاخد نسبه من القراض. نسبه ايه؟ الله، انا بفهم كويس يا اخويا، انت هتصيع عليا؟ ده انا عارفه كويس ان احنا بناخد نسبه من القراض، كنت شغاله مسرح وباخد النسبه. يا نجمة النسبة دي هناك في المسرح، إنما السينما عندنا مفيش نسبة والله. استنى أما استشير عيد. قول يا واد يا عيد، إيه رأيك؟ خلاص بس لازم مش هبرق. زود لي بقى أجر العيد. عيد مين؟ عيد أخويا، بيشتغل بودي جارد بتاعي وبيشتغل مدير أعمالي، يعني هياخد أجرين. أجرين؟ سمعت ولا مركب القديمة؟ سمعت يا سيدي. عيد اللي طلع لنا في البخت ده كمان. زوزو في المصيف. اتفضلي يا ست الكل. عيد عنده توكيل بيمضي عني، وكيلي. امضي يا عيد. زوزو في المصيف. ما تنساش بقى الدعاية وتحطي لي صورة كبيرة. عينيا. مبروك يا وادي عيد. مبروك يا وادي. مبروك يا منتج. الله يبارك فيك يا نجمة. والنبي لو كنت بعرف أزغرط كنت زغرت، أجيب لكم الشربات. يلا. ممكن أفهم بقى مالك وقلب وشك ليه كده؟ نعم. نعم إيه؟ إحنا قاعدين بنضحك وبنهزر، مرة واحدة رحتي قفشتي وأخدت جنب، في إيه؟ يا سلام، يعني مش فاهم؟ هو أنا لو فاهم يعني حاجة أسألك السؤال ده؟ ليه ما حكيتليش على موضوع الجامعة؟ موضوع ايه؟ جامعة؟ ايه موضوع الجامعة؟ الحب القديم وما تصيعش. حب ايه وواصيع ايه؟ انت اكيد اتجننتي، في ايه يا بنتي؟ ده موضوعه راح لحاله اصلا. ما دام موضوعه وراح لحاله، ما حكيتهوليش ليه؟ ما جاتش مناسبة يا ستي. بس جت المناسبة بس لما الست هانم اتدلعت عليك وقالت لك تحكيهولي، فحكيت. هانم ايه وبتاع؟ انت اكيد حصل لك حاجة، اكيد بجد اتجننتي. اتجننت لما وثقت في واحد زيك. يا بنتي وحياتك، عندي اصلا الموضوع ده ملوش اي وجود، بقول لك من ايام الجامعة. متخيلة يعني ايه من الجامعة؟ ايام الجامعة، وافتكرته لما اتكلمت مع الهانم وقعدت تهزر. طب ممكن بقى تبطلي هبل بقى وبطلي شغل العيال ده خلاص؟ هبل وشغل عيال؟ انا بعمل هبل وشغل عيال صح؟ ام سوري. خلاص ممكن اكون ما خدتش بالي فعلا وانا بهزر وكان هزاري زيادة وانت قاعدة. ام سوري، ام ريلي سوري. خلاص بقى ما تزعليش بليز. لو سمحت ما تمسكنيش بقى وروح يلا كمل هزارك مع الهانم بتاعتك. مش معنى الهانم يعني اللي انا بهزر معاها، ما احنا كلنا قاعدين وبنضحك وبنهزر. لا ما كنتوش قاعدين بتهزرهم كلكم، كنت انت قاعد انت وهي بس بتهزروا مع بعض. برضه مصممه؟ مصممه. يعني هتفضلي قفشه كده؟ هفضل قفشه كده، ولو سمحت مالكش دعوه بيا، يلا شوف بقى انت رايح فين. اوكي بس افتكري بقى طريقتي، انا اي دونت لايك الطريقه بتاعتك دي خالص بجد. خلاص مي تو، اي دونت لايك ات. يلا لو سمحت سيبني في حالي. جود باي. الأخت بيان قالت لي إنك عايزة تخشي معانا شريك بإذن الله في شركة السياحة الدينية للحج والعمرة.
يا ريت. طبعا طبعا، هو حد يقدر يقول للخير لا؟ وثوابك على ثوابنا هيبقى أجر عظيم عند الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. أنا بس عايز أعرف الأوراق المطلوبة مني والمبلغ يعني هيكون في حدود قد إيه؟ بص يا أخت خلود، أنا مش هكذب عليكي، إحنا ولله الحمد ماشيين كويس قوي ومش محتاجين شراكة مع حد، لأنك طبعا حضرتك عارفة الشراكة وجع دماغ. بس بعد الكلام اللي قالته الأخت، قالت عنك كلام كبير قوي وحلو قوي وقد إيه حبك للخير، وده خلانا نحتسبك ست فاضلة. الله يخليك يا حاج. شوفي بقى هنحسبها إزاي. أنت النهاردة لو جيتي وحبيتي تفتحي شركة سياحة، على الأقل لازم يكون معاكي 1,000,000 جنيه، ده شرط عشان خاطر تاخدي التصريح. 1,000,000 جنيه؟ أي نعم. وبما إنك هتخشي معايا شريك بالنص، فنصيبك هيكون 500,000 جنيه. ده كتير قوي. مش كتير قوي على رضا ربنا عليكي، دي بالدنيا كلها. ونعمة بالله، بس هي ليها حسابات تانية برضو، وانا لازم اعرف هيطلع لي قد ايه من ورا المبلغ ده. المبلغ مش قليل برضو. العلم عند الله يا اخت خلود، المهم البركة في الرزق مش في كسرته. مدام زوزو، ايه اخر اخبارك الفنية بعد الاعلان اللي كسر الدنيا؟ انا اخر اخباري الفنية ان انا داخلة فيلم سينما مع الأستاذ حمودة، المنتج العظيم حمودة الهلب اللي عمل أفلام كتيرة جدا ناجحة لنجوم كبار جدا، وإن شاء الله هنصور آخر الشهر. إن شاء الله آخر الشهر يا ست الكل، إحنا هنخش على طول التصوير عشان نلحق الموسم. معقولة؟ وفي سبق صحفي كمان، الأستاذة هي يعني هي اللي مؤلفة، يعني مشاركة في تأليف الفيلم. ده بقى موضوع مهم قوي لازم تكتبوه. أنا الفيلم فكرتي واختراعي. طيب ويا ترى بطولة مشتركة ولا هتطلعي كضيفة شرف، وايه دورك في الفيلم يا فندم؟ ازاي يعني ضيفة شرف ولا بطولة مشتركة؟ مش فاهمة يعني. انا بقول لك هو فكرتي واختراعي. احنا رشحنا انا واستاذ حمودة النجم الجميل جميل جميل واداؤه حلو جدا وبيمثل حلو وعنده جمهور على فكرة. الاستاذ طاهر السحتاوي هيمثل معايا الفيلم، انا بطلة الفيلم، وهو مش هحرق لكم بقى، مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. بص بيحاولوا ياخدوا معلومات مني. يعني المضمون هي الكل في الكل في الفيلم، ست الكل، هي نجمة كل حاجة. طيب اخترت ليه الفيلم ده بالذات من ضمن كل العروض اللي اتعرضت على حضرتك؟ انا ما بختارش، وبعدين انتوا فاهمين هو الدور بينادي على صاحبه. انا كنت قاعدة في البيت عادي والدور ناداني. هو الفيلم جماهيري ولا مهرجانات حضرتك؟ بص بقى، هو اكيد اكيد الفيلم جماهير، انا ليا جمهور في كل حته، موجود في مصر وفي بره مصر على فكره، انا بيجي لي عروض بره مصر كتير جدا. طبعا فيما يخص شغلي الاستعراضي يعني بيجي لي عروض في دول اجنبيه، في فرنسا، فعندي جمهور بره مصر وعندي جمهور في افريقيا وفي كل المحافظات على فكره ليا جمهور. فطبعا ده جماهير، فيلم زوزو عملته اكيد الناس هتيجي تتفرج يعني. ان شاء الله هندخل بمهرجانات وهيكسر الدنيا في المهرجانات يعني، بس بعد ما تدخلوا السيما ويلم كل الايرادات وحق. احنا سمعنا انك هتنزلي شريط جديد، الكلام ده صحيح؟ مش ممكن يعني حموده كل حاجه. ده انا لسه امبارح كنت بتكلم في الموضوع ده. بصي انا ما كنتش عايزه اتكلم في حاجه لسه ما ابتديتش فيها، بس انا عايزه اقول لكم ان في كتير قوي من اللي هم بينتجوا الكاسيت كلموني علشان هم سمعوا من اصحابي طبعا ان صوتي حلو، وبخلاف ان في ناس بتيجي تحضر استعراضاتي وانا ساعات كده بدندن كده وانا برقص، فعجبهم صوتي قوي. طيب ما فيش اخبار عاطفيه جايه في السكه؟ لا طبعا في اخبار عاطفيه كتير جايه في السكه، بس السكه زحمه. انا هقول بصي، انا ما بحبش اتكلم في اخباري الشخصيه، بس طبعا زي ما انت عارف يعني انا عندي معجبين كتير جوه مصر وبره مصر وفي دول كتير قوي، ويعني كلهم طبعا اكيد نفسهم يعني يرتبطوا بزوزو، وخلي بالك من زوزو، واستنى عليا بقى لغايه ما اجيب الخبر ده واكده لك وهقول لك اخترت مين. حلو كده؟ حلو قوي يا اخوانا، ما تخلوش القعده عائليه يعني، احنا بنتكلم في الفيلم. بعدين يعني يا ست الكل هتقول لكم حاجه دلوقتي يعني بمناسبه الفيلم، وهتقول حاجه لجمهورك. انا بقول لجمهوري انا بحبكم قوي قوي قوي، ولازم تدخلوا الفيلم تفرجوا عليه، لان الفيلم بيعرض كل مشاكل الكبار والصغيرين والاطفال كل حاجه. بس يهمني بقى بالنسبه بقى لاصحابنا الحلوين اللي هم بيدرسوا دلوقتي ثانويه عامه، انتوا عارفين لازم يذاكروا كويس ويحققوا نجاح ويدخلوا كليات حلوه، فما يتفرجوش على الفيلم بقى وما يشغلوش نفسهم باعمالي غير لما يخلصوا دراستهم وينجحوا.
استاذه استاذه أي. ممكن اتصور مع حضرتك عشان ماما بتحبك قوي؟ ماما يا حبيبي ماما ربنا يخليها لك ست الحبايب. تعال تعال. الامهات بيموتوا فيك. اه شفت حتى الاطفال. قمر يا ناس قمر. لا استنى. هو لسه مخلصين دلوقتي حالا. طيب ووصلتوا لايه؟ الشيخ قال لها نص مليون جنيه عشان تشاركيني وعك الدنيا خالص. نص مليون؟ وهي قالت ايه؟ طبعا هي اتفاجئت وقالت له ده كتير قوي بس هو مصمم. طيب المهم اتفقتوا ولا لسه؟ ما وصلناش لحاجه. حتى لما قالت له يعني انا هدفع نص مليون جنيه هكسب كام بقى؟ راح قال لها كفايه رضا ربنا عليكي والرزق ده بتاع ربنا وحاجات كده ومعرفش انت هتكسبي كام. انا عارفه ان هو حويط شويه وما بيقولش سره لحد. ايوه فعلا بس كده الموضوع هيطير من ايدينا وبعدين انا حسيت انها قفلت منه قوي. لا ما تقلقيش انا هقعد معاها واظبط حاجه تانية. المهم هي فين دلوقتي؟ خدت عربيتها ومشيت. طيب تعالي على المكتب وانا هقولك هنعمل ايه. مش هتقولي بقى مالك؟ مفيش. حنين حنين متضايقه وقفشه ومش عارف ليه. فاكره اليوم اللي انا كنت بحكي لك فيه على البنت بتاعت الجامعه دي؟ من ساعتها وهي تصرفاتها غريبه جدا معايا. يا لهوي هي ما كانتش تعرف القصه دي؟ لا ما جاتش مناسبه احكي لها خالص. اه عشان كده بقى ما رضيتش تنزل معانا النهارده الصبح. بالظبط كده. بس ملهاش حق يعني انها تزعل، قصه قديمه وخلاص وعدت. وانت لو كان في نيتك حاجه وحشه ولا كنت عايز تخبي ما كنتش حكيته واحنا بنلعب. بالظبط ده كلام الناس العاقله. انا بقول كده برضو بس هتفهمي مين قاعد احكي لها كده ولا هي هنا؟ ولا يهمك، هي تلاقيها بتغير عليك شويه. وين بيني وبينك يعني ما هو اللي تعرفك لازم تغير عليه وتحط عينيها كمان في وسط راسها. هو يعني انت برضو حلو قوي واد قمر ومشهور وانا شفت بنفسي البنات كلها بتحبك وبتجري وراك. انت عارفه الفكره مش كده توتي خالص. الفكره ان انا عايش معاها وهي عارفاني كويس وبالرغم كل ده برضو منشفه دماغها. خلاص يا عم طنشها بقى شويه وهي ساعتها تحس بقيمتك وترجع لك زحف. ايوه بس حنين مش كده. حنين انا عارفها عنيده جدا. وحياتك كل الستات كده بس الرجاله الطيبه الحنينه اللي زيك هي اللي بتخلي الستات تعني. قصدك ايه يعني؟ قصدي يعني ان انت تطنشها بقى شويه وتديها السكه كده وهي تقعد تعيد حساباتها ولما تلاقي ان انت هتطير منها تتعدل وترجع لك تاني. تفتكري؟ اه طبعا افتكر وزياده. سيب بس الموضوع ده عليا وانا هسويها لك على نار هادي. بقولك ايه؟ هو انت عملت ايه في موضوع الرعاه ده؟ مفيش، ظبطت كل حاجه بس لو اي حد من دول خلف معايا كل حاجه هتبوظ للاسف. وتبوظ ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش قايل لي ان القصه دي كلها حلها في الفلوس؟ بالظبط. خلاص الفلوس عندي ولا يهمك، انا اللي هموت. ايه ده بجد؟ اه طبعا بجد وبجدين كمان بس عندي شرط واحد. شرط واحد؟ انت تأمري طبعا. عايزك تخليني كده موديل ومشهوره زي البنات اللي انت بتعرفهم. بس كده؟ انا هخليكي اشهر موديل في مصر. على فكره انت مش ناقصك ولا اي حاجه. بجد؟ طبعا. على حلاوتك وعلى طعمتك. ادخلي. بابا خليكي زي ما انتي. ازيك؟ الحمد لله الا صحيح. اخبار الاجنبي ايه؟ ها مش عارف. على فكرة برغم ان اسمه محمود الاجنبي بس الواد ده مصري وابن بلد وجدع ولا ايه رأيك؟ اللي تشوفه حضرتك يا بابا. اللي شايفه حضرتي ان الواد ده زهقني رايح جاي عليا بينطلي كل شوية زي القرد فقلت احسن حاجة عشان اخلص منه وميزان بتاعه اوافق على طلب على الخطوبة يعني. خليه يهدى شوية ده راوشني. إيه اللي تشوفه حضرتك يا بابا يعني. مش محتاجة توصلني عليها دلوقتي. هاني في عينيا. خلاص. هي أكيد دلوقتي في الجنة.
انا عارفه ان انا مهما قلت لك مش هعوضك عن حنيتها، بس احنا دلوقتي لازم ندعيلها. متخافش، انا هفضل جنبك مهما حصل. يا حبيبي انت كنت كل حياتها، كانت دايما بتدعي لك الله يرحمها. شد حيلك يا صاحبي، المرحومه كانت غاليه عندي قوي، معزة ماما بالظبط. هاني حبيبي لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك، انا بدل ماما. ماما امسكي نفسك شويه، هاني مش حامل اللي انت بتعمليه ده، اهدي شويه. ما تقلقوش على هاني، هاني قوي وعارف ان ده ابتلاء من ربنا. صح، هاني طول عمره ابن بار، وهي كانت طول عمرها بتدعي له الله يرحمه. كل اهلي دلوقتي نقول مبروك يا مدام زوزو. هو ايه يا اخويا ده؟ مبروك على ايه؟ لا طبعا انا لازم افهم راسي من رجل، انا دلوقتي اسم كبير في البلد ولازم اعمل اعلان على قد قيمتي. بقول لك ايه، انا هحكي لك فكره الاعلان جامده قوي. احكي يا اخويا. بصي بقى، مدام زوزو هتطلع في اول الاعلان بترقص رقصه كده من رقصاتها الجميله اللي بتبهر بيها الجمهور. في الباك جراوند طبعا هنسمع الفنان عبد الفتاح الاسري وهو بيقول يا صفايح الزبده السايحه يا براميل القشطه النايحه، وطبعا ده مقصود بيه رقصه مدام زوزو اللي متعه بيها جمهورها. وفجاه هتختفي مدام زوزو وهنحط علبه السمنه. طبعا يا فنانه ده المنتج يا فنانه، ومش هنستغنى عن صوتك، صوتك هيقول على العلبه هي دي السمنه السايحه. لا استنى كده، انت قلت من شويه وتختفي مدام زوزو؟ لا يا حبيبي، مدام زوزو ما بتختفيش، هتختم الاعلان على وشي، انا مشهوره اكتر من علبه السمنه بتاعتك. وبعدين يا اخويا صوت الاستاذ عبد الفتاح الاسري انا بحبه وبموت فيه، اجله يا اخويا الاعلان تاني من اعلاناتك، ابقى اشوف لك اعلان تاني ركبه عليه، الله يرحمه انا بحبه. الله يرحمه. دي فكره تحفه يا مدام زوزو، نعمل يا ابني اللي النجم عايزاه. موافق؟ نظبط على كده؟ نظبط على كده. بس حضرتك تشرفينا وتمضي العقد. ماشي امضي العقد. بقولك ايه، هو الاستاذ عمر الشريف بيصور حاجه اليومين دول؟ والله مش عارف يا فندم. طب انا عندي فكره حلوه قوي، فاكرين فيلم صراع في النيل لما كان فيه هند راستو ورشدي اباظه وعمر الشريف والخناقه اللي حصلت على المركب؟ اصل انا فنانه شاب بعمل اكشن يا اخويا وبرقص على المسرح وبعمل مسرحيات، لما اجي اعمل اعلان لازم احط كل مواهبي فيه. فانا بفكر ايه بقى، نجيب عمر الشريف ونعمل كده بيه حاجه اكشن في اول الاعلان، ايه رايك بقى؟ مش عارف يا نجم والله، بس الاستاذ عمر الشريف بيعمل افلام عالميه. وايه المشكله، افلام عالميه ولا علامتين؟ انت بس كلمه في التليفون وقول له الاستاذه زوزو، هو عارفني ده جه كذا مره واتفرج عليه ومعجب بيا قوي، قول له بس زوزو وهو هيوافق. حاضر يا فنانه، نكلم الفنان عمر الشريف، بس حضرتك اتشرفي وامضي العقد دلوقتي. ماشي حاضر امضي. لما عمر الشريف يمضي الاول. جاهز يا مولانا؟ صبرك شويه يا باشمهندس، شايفني بقول فتوى لاختنا؟ انا مش اختك يا حسن، كلنا اخوه في الاسلام. ولا بتديني فتاوى؟ ما انت لازم تعرفي ان المكان ده مكان شغل. ما هو مكان شغل، ليه بقى بنتقابل هنا وما بنتقابلش بره؟ انا قلت لك قبل كده انا شيخ وما ينفعش ان انا اظهر في اماكن عامه. وبعدين سيبك من الموضوع ده دلوقتي، انت ما دخلتيش موضوع رحلات الحج والعمره ليه؟ ما ارتحتش. انت لو خايفه فالموضوع ده ما بيخسرش، وبعدين هذه تجاره معلله لا تبور. لا يا حسن، انا عايزه حاجه كده مش هدخل فيها بس بفلوسي، عايزه ادخل بروحي وقلبي، تبقى كلها كده حاجه بتخصك يعني. بارك الله فيكي، ربنا وحده يعرف اللي ما في القلب. طيب انا هقول لك على حاجه تجمعنا على خير. قول والنبي. ايه رايك تنتجي لي برامج في التلفزيون؟ مش فاهم. انا هقول لك، شفت الشيخ الشعراوي؟ شفت الناس بتابع برنامجه وبتحبه ازاي؟
طب ونعملها ازاي دي؟ دي سيبيها علي انا. بعدين في قنوات كتير فاتحه البتاع اللي اسمه الدش ده. اه البت وزه جابته لنا عشان بتقول ان اعلاناتها ما بتجيش في التلفزيون العادي. ما انا بصراحه صحابك دول وزه ودوحه انا مش مرتاح لهم. ليه؟ دول اخوات. ما علينا، بس الموضوع ده هيكلفك مبلغ، ما تقلقيش هنكسب، لان ده هنتاجر بيه معانا. سيبني افكر. خدي راحتك، وده ممكن تعتبريه صدقه جاريه يا اختي. جاهز يا شيخ؟ جاهز يا باشمهندس. سموا خشوا كده برجليكم اليمين وانتوا داخلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله اكبر. ايه ده كله؟ تعالوا اتفضلوا، اتفضلوا. شقه اخر الاجر، يعني كل حاجه تمام وزي الفل. ايه الحلاوه دي؟ اللوكس. تلفزيون 21 بوصه احدث حاجه، يعني حاجه زي الفل. تلفزيون شغال اهو كله تمام، يعني فرش زي الفل، صالون احدث موديل، كل حاجه تمام وزي الفل. الله اكبر. يعني هو اكبر. الله ينور عليك يا عم. عجبتك يا حاجه؟ اها عجبتني، دي تحفه يا اخويا، تحفه. وانت يابا عجبتك الشقه؟ حلوه والله، مبروك عليك يا حبيبتي. وبعدين اهو باب يتقفل علينا وخلاص يا بنتي. وانت كمان يا ماما عجبت العفش؟ يعني بس ذوقه بلدي قوي. يا وليه تهدي، ده انت كنتي بتنامي على الارض. بس عجبتك. خلاص يا سمكه اشتريت. انت بس يا اخويا حضر لي العقد وجيبولي وانا امضي. العقد جاهز وكله تمام يا ست الكل. اتفضل يا عمنا. خد يا بنتي. صايع يا واد، ما يتخافش عليه، تربيه ابو الكوامل صحيح. احنا فين وهو فين؟ انا حبيت ما تعبكيش وعارف مشغولياتك. طيب يا اخويا. على فكره انا شعري ما كانش كده. وادي يا سيدي امضيتي اهي. يما يما الحي الاعلان بتاعك على التلفزيون. الله اكبر الله اكبر، ما يحسد الملل الاصحاب. مش كده برضه يا سمكه؟ عندك حق يا ستنا. اه يا لهوي عليا. قمر يا ناس زي الحرير. سكر يا ناس. عارف يا حماده، الدنيا دي غريبه قوي. تيجي تمشي فيها يمين فجاه تلاقيها سحباك على الشمال وتديك على دماغك، تيجي تمشي برضه فيها شمال تديك نفس الضربة على دماغك. وتروح بقى ايه جايباك يمين؟ لا يا عينيا، تحبسك في الشمال. انا ممتن في الشمال. ما انا اعرف. بقول لك ايه؟ السيجارة اللي في ايدك دي وحشتني قوي. كيف من اولى مش مقاولة؟ ها؟ مش كفاية عمال اشرب من الحشيش اللي انت جايباه لي؟ بس ولا يهمك، فداكي. يا اخويا ده انا لسه مولعاها. ولا يهمك. قول لي بقى، انت كده؟ يا على طول قاعد لوحدك، يا قاعد مع الشله المواكيس، العيال شكلها غريب مش مظبوط. ده بقول لك ايه، ما تتجوز. ليه ما بتتجوز؟ طب بقول لك ايه انت، ما تتجوزيني انت، ايه رايك؟ على عيني يا حبيبي، ما اديني اتنيلت واتجوزت. طلع ملوش لازمه، بس اهو اسمه راجل في الدنيا والسلام. وبعدين انا كنت قدامك ولحلت لما مشيت. كنت بكون نفسي يا شوشو. كل ده يا اخويا بتكون نفسك؟ اللهم لا حسد يعني. انا بصراحه كده يا شوشو ماليش في موضوع الجواز خالص. نهار اسود، هو ايه اللي حاصل اليومين دول؟ وانا يا اخويا حظي في رجليا؟ هو كل الرجاله جرالها ايه؟ لا 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 يا شوشو، انت مخك راح لبعيد قوي. لا لا لا، انا تمام. انا بكلمك على فكره الجواز، سجن الجواز، الروتين، المسؤوليه، وانا كده عامل زي الطير. انا طير في السماء. انت هتغني عليا ولا ايه؟ اتسطلت يا حلوه. والله انا على طول مسطول، بس ابتديت افوق بقى من ام الكلام النكد بتاعك ده. يا شيخ اتنقل، ده انت طلعت تانية مني، وانا اللي فاكراك مقضيها وماشي في الدنيا طولها وعرضها، طلعت مكوس زيي. بقول لك ايه؟ ما تجيب السيجاره دي، خليني كده عدل الطاسه. لا يا شوشو، انت كنت جايبه لي ثلاث صوابع شربت منهم صباعين. اشرب انا ايه بقى لما انت تمشي؟ ولا انت ناوي على بيات؟ طبعا ناوي على بيات. بس عشان انا بحبك هعمل معاك بقى حاجه حلوه، عشان تعرف بس مين شوشو. اهو ده بقى اللي بيسموه كادو. اوبا، ده كده بيات رسمي. رسمي يا معلم.
بلاش يا خوخه الموضوع اللي انت داخلاه ده، اسمعي كلام يا بت. وفيها ايه؟ ده انا ما صدقت حاجه تقربني منه يا وز. يا بت دول نص مليون جنيه، يا لهوي عليا. هو في برنامج بيتعمل بنص مليون جنيه؟ وبعدين ما انتش عارفه اصلا اسم القناه اللي هتعملي فيها البرنامج. لا هو قال لي ان القناه مش مصريه، بس نسيت اسمها. والنبي مش عارفه اسمها ايه. والنبي يا اختي انا حاسه ان الموضوع ده في ريحه نصبايا. خص عليكي شيخ حسن نصاب، ما تقوليش كده. انت بس اللي نيتك وحشه عشان الاشكال اللي قابلتيها. طب يا اختي فتحك يا اختي في موضوع الجواز ولا لسه؟ لا ما ادانيش عقد نافع، هيجنني. طب يا بنتي رحتي له بالاصفر اللي انت لابساه ده، يمكن يغير رايه. انت لبست اصفر وعملتي ايه؟ على رايك يا اختي، ما جمع الا ما وفق، ذوقنا واحد يا بت. بس انت يا اختي ازاي هتضمنيني اذا كان هو مش راضي يديكي عقد نافع في حكايه الجواز؟ مش عارف. غريبه قوي الموضه دي، يعني الموضة السنة دي زي الموضة من 10 سنين فاتوا؟ هي الموضة كده بتلف تلف وترجع تاني لصاحبها. يعني ايه؟ مش فاهمة يعني. يعني الموضة بالظبط عاملة زي الدنيا، ups and down، يوم فوق ويوم تحت. وغدارة. ميبي. بيبي. اقعد فكر تغدر بيها في يوم. أنا؟ استحالة حبيبتي. أنت عارفة قد إيه إن أنا بموت فيكي وبحبك؟ وبعدين أنت ليه بتقولي كده أصلاً؟ عشان يا بيبي انت زي الموضة، يوم فوق ويوم تحت، ups and down. صدقيني هما حاجتين بس اللي منهمش أمان، الموضة والستات. يا سلام. يس I swear. يعني مثلا انت ممكن تصحي الصبح كده تلاقي الموضة فجأة اتغيرت، رايت؟ بيحصل. ممكن برضو تصحي الصبح تلاقي مود الست اتغير. انت الكلام ده لازم تقوم تاخد غطس في البسين عشان تنظف الافكار اللي انت بتفكر فيها دي. بقول لك ايه، يلا روح خد شاور. صدقيني الكلام اللي بقولك ده مظبوط جدا. anyway انا هسمع كلامك واخد شاور، يمكن افكاري تتغير، بس ما اعتقدش. قال الموضه والستات هما اللي بيتغيروا، امال انت تبقى ايه يا بيبي؟ مع الف سلامه. مع الف سلامه. السلام عليكم. زي النهارده ان شاء الله الدرس اللي قادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. خير يا حاجه تقى، حضرتك قلتي انك عايزاني بعد الدرس. ولا استغنى ابدا يا شيخ حسن، بارك الله فيك. استنى والنبي الحسن، انسى. عايزه اقول لك ان النهارده ابدعت ما شاء الله، فتح الله عليك. الاخوات كانوا قاعدين مبهورين كده، ايه ده، ايه الكلام الحلو ده، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا وجعل ما قلت في ميزان حسناتك. بصراحه ربنا يخليك. ايه هقول لك يا اخويا، شوف بقى يا شيخ حسن، بقى الناس يا اخويا زهقوا من الشيوخ اللي عماله تطلع تصرخ لهم في الكاسيت وتخوفهم ويقولوا لهم صلي وعذاب القبر والنار، الكلام ده بذمتك. وتلاقي الواحد من دول دقنه منتوفه كده ولبسه غريب، بذمتك دي دعوه لله؟ فعلا الكلام اللي انت بتقوليه ده حقيقي. بس عدك العيب. الناس بقى يا اخويا دلوقتي بقت بتحب الشيوخ السمحه، الشيوخ اللي بتدعي للدين كده بطريقه سهله وميسوره، مش زي الناس اللي بتخوفهم. عشان كده احنا عايزين نختار ناس تكون كويسه تحبب الناس في الدين. وايه؟ الستات بقى ما بيحبوش يسمعوهم في الكاسيت، الستات بيحبوا يشوفوهم وش. ما انت عارف بقى اسئله الستات، الواحده من دول عايزه تسال على حواجبها اقول لك يعني يا شيخ حسن. عشان كده احنا عايزين الستات يشوفوا الشيوخ لايف. طيب والمطلوب؟ عايزك يا اخويا بقى جزاك الله خيرا، يعني عايزك تختار لي كام شيخ كده على ذوقك، يكونوا كده في وسامتك ويدخلوا القلب زيك كده، وعايزاهم يكونوا شيك، يعني بيلبسوا براندات قمصان وبنطلونات ويكونوا دمهم خفيف، بيقولوا افهات يحببوا الناس في الدنيا مش يكرهوهم في الدين، يعني يتكلموا عن الجنه مش عن النار. لا حضرتك كده عايزه فنانين مش عايزه شيوخ. وماله يعني؟ ايه يعني لما نجيب ناس حلوه تتكلم في الدين بطريقه حلوه؟ مش فارقه بقى. طب انا هحكي لك. طب بذمتك انت لما تشوف فنانه كده ربنا هديها ولابسه الحجاب، دول بيبقوا عاملين زي الملائكه كده، والكلمه اللي تقولها بتدخل القلب على طول، وهو ده المطلوب، الكلمه تتقال تدخل القلب علشان نعرف نقنع الناس ونحببهم في الدين، وبالذات الاخوات عشان نخليهم يلبسوا الحجاب. والله كلام معقول. عشان كده الدين بيقول ايه يا اخويا؟ ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. عشان كده احنا عايزين وجوه حسنه تحبب الناس في الدين. ولا انت عاجبك بنات الجامعه والانحلال اللي هم فيه؟ لا طبعا. والله يا حاجه تقى نبل المقصد هو اللي بيخلي الواحد يجتهد. عداك العيب يا شيخ حسن، بس مش بس نبل المقصد،
اصل دي زي ما تقول كده تجاره، تجاره مع الله ان شاء الله لن تبور. قصدك يعني ان احنا نكسب ثواب ونكسب فلوس كمان؟ الله الله عليك يا شيخ حسن، الله عليك، ده انت فات عليك ربنا فتوح العارفين، عشان كده لقطها وهي طايره. امال ايه، ما الواحد لازم يعمل يا اخويا لاخرته وفي نفس الوقت ما ينساش دنيته. على بركة الله. ايوه ايوه، هو ما فيش الا انت هتفتح الباب؟ نقف في الحمام وهبه نايمه. ثواني ثواني، انا دخلت برجلي اليمين. اهلا اهلا، شرفتوني، اتفضلوا. دخلت برجلي اليمين عشان يبقى فال حلو واعرف اتجوز. يا اختي هو انت اتجوزتي قليل؟ ده انت متجوزه 20 مره. اسم الله، اتجوزتي 5 مرات انت. ها هتسكتي يا بنت انت وهي؟ احنا جايين نجوز البيت ولا جايين نتجوز؟ ايه ده كله، ايه ده كله، ليه 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 كل ده؟ ده فستان العروس. الله ده تحفه. هي العروسه فين؟ الظاهر نايمه، اصلها طول الليل سهرانه ما جالهاش نوم، قلقانه ما جالهاش نوم. طب يلا ابعت حد ينده لها. وحشتنا والله يا عم عظيم. انت اللي وحشتوني وشرفتوني والله، والله شرفتوني حبيب قلبي والله. تعالي يا اختي تعالي جنبي، تعالي شوفي. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الفستان الحلو ده؟ الفستان ده جايبينه لك من عبودي ب 500 جنيه، اغلى واشك فستان في العبود. وريني كده. حازمي هتوسخيه. وبص بقى يا عم عظيمه، دي نقطه العروسه، ربنا يبارك لها ان شاء الله. لا والله ازاي، لا لا لا، دي زي اخواتنا الصغيرين برضه. ربنا يبارك لك ويزيدك كمان وكمان. ربنا يخليك. يخليك لينا يا رب. خد بقى احلى مفاجاه، عندك هنا 400 دعوة تقسمهم على قرايبك ونسايبك والحته كلها. هتلاقي جوه يا اخويا مكتوب اسم القاعه والفندق اللي هنعمل فيه الخطوبه. قاعه وفندق؟ ايوه قاعه، قاعه، واحسن قاعه في الاوتيل اللي انا برقص فيه. حجزت قاعه في الفندق عشان خطوبه. اخس عليك يا عم عظيم، يعني عايز نرقص في خطوبه بنتك في الشارع بعد ما بقيت مشهوره ومعروفه لكل الناس؟ ما يصحش والله، انا مش عارف اقول لكم ايه. هو انت مستقل بنفسك ولا ايه؟ اوعى تفتكر ان انت عندك 3 بنات بس، لا ده احنا 6. ما شاء الله. خدي بقى يا اختي ده. بقول لكم ايه، المطبخ فين؟ انا واقعه من جوع. يلا مين هيجي معايا المطبخ؟ خدي يا عروسه فستانك معاك انت كمان. تعالي يا عروسه، تعالي، عايزاكي في كلمتين كده. تعالي عشان اقول لك تعملي ايه لما تتجوزي. خشي خشي. يا الف مبروك. هاتوا يا عيال طبقين اكل معاكم لحسن واقعه من الجوع. انبسط وافرح يا عم عظيم، انبسط لبناتك. الحمد لله. انت كمان يا اخويا كده محتاجه اقول لك كلمتين على الجواز، تلاقيك نسيت. ما انت وحداني، وبعدين البنات هتتجوز وتسيبك لوحده. وانت ناوي تتجوز؟ يا راجل يا شقي. على بالك يا بنتي، من بقك لباب السما، يبقى هتتجوز. فين الاكل يا بنات؟ بقول لك ايه يا كابتن حسام؟ هي مش دي الفنانه زوزو اللي هي بتاعت الاعلانات؟ الناس شاف الاعلان بتاعها امبارح، عسل بنت لذينه، طالعه في الاعلان كده رشاقه وخفه دم. هو في كده يا جدع؟ في كده؟ تصدق هي؟ انا لسه شايفها في الاعلان امبارح، بس هي في الحقيقه احلى بكتير. يا كابتن حسام، يا كابتن حسام اهدى شويه، الناس تقول علينا ايه؟ احنا لعيبه ومشهورين وكده يعني. ها صح، عندك حق. بس تفتكر مين اللي قاعد جنبها ده؟ جوزها ولا اخوها؟ جوزها يا كابتن حسام، جوزها ايه؟ لا طبعا، ده شكل جوز، ده شكله كده اخوها. هو شبهها. شبهها ايه؟ انت عرفت منين ان هو شبهها؟ اذا كان قاعد بظهر. عارفه زوزو اللي قاعدين ورا دول مين؟ دول كابتن منتخب مصر، كابتن المنتخب القومي، وابو تشيرت احمر ده كابتن فارس مستقبل كرة مصر. لو ان تصدق ان انا اول مرة اشوف لعيبة كرة على الحقيقة. هم دول يا اخويا بياخدوا فلوس كتير، بس شكلهم نضيف قوي. يا زوزو، الاحتراف دلوقتي خلي الفلوس كتير، كابتن يعني رمزي محترف في سويسرا. انت عارف ابويا لو كان هنا كان زمان مسورق من الفرحة. اصل انت ما تعرفش، ده ما فيش ماتش كوره ما يفوته، يفضل يا اخويا قاعد يتفرج عليه، ما يخليناش ابدا لا نقلب ولا نتحرك ولا نروح حته الا ما يتفرج على الماتش، ده بيحب الكوره قوي. انا عرفت دلوقتي انا بحبك ليه، عشان طلع للوالد. بس هو الوالد اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا النبي، ما انا فاكره اهلاوي ولا زملكاوي. هو دايما بيتابع الاسماعيلي؟ لا، الاتحاد ابو الريش ده ولا اسمه ايه؟ سيد البلد. ايوه سيد الناس، ده قصدي سيد البلد. ايوه ايوه، الاتحاد السكندري.
طبعا اذنك بقى زوزو هسلم على الكابتن وارجع لك. طب والنبي يا اخويا ما تاخرش، عايزين نمشي سندموس كلمي. حاضر يا زوزو، مش هتاخر. حاضر يا زوزو. ما اظنش يعني يا كابتن، يعني ما في مشكله. لا بس بيني وبينك مساء الخير يا كابتن. اهلا وسهلا. مساء النور. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن فارس؟ ازيك يا كابتن ناشئ؟ ها ناشئ. بس كويس. لا يا كابتن فارس انت مكسر الدنيا يعني، بسم الله ما شاء الله عليك رجل ولا ريفالدو رجل. ما شاء الله. طب ربنا يستر الماتش الجاي بقى. محسوبك علي سكسوكه اعمال حره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. وانت برضو في الوسط الفني ولا؟ انا الوسط الفني كله. مش دي برضو الفنانه زوزو اللي هي بتاعت الاعلانات؟ هي الفنانه زوزو اللي مكسره الدنيا ما شاء الله. تحب تعرف عليها؟ طبعا احب جدا. طبعا تعالى اتفضل يا كابتن. اتفضل. اتفضل يا كابتن فارس. ازيكم بقى يا كابتن؟ اتفضل يا كابتن. عن اذنك يا كابتن. عن اذنك يا ناشئ. على مهلك يا فارس. ايه كابتن فارس؟ مساء الخير كابتن فارس. ده نجم منتخب مصر يعني، بسم الله ما شاء الله رجله زمبلك، وانت يا زوزو وسطك زي الناس يعني. اهلا وسهلا. والله ده انا بتابع كل اعمالك، وخصوصا بقى الاعلان بتاع اللي لسه معروض اخيرا ده. عجبك الاعلان؟ ياه ده عجبني جدا. ايه القمر ده؟ طب واشتريت المنتج؟ الشامبو. شامبو يا فندم؟ الشامبو يا اخويا بتاع الشعر. اللي هو اللي بتاع الاعلان. لا يعني ما اشتريتوش بصراحه لسه. لا لازم تشتريه بقى، هزعل منك. لا تزعلي ايه، اشتريه والله العظيم هشتريه. حاضر ماشي. ايوه بس ده مش ليك، ده حريمي يعني، تشتريه لاختك تشتريه لمامتك كده يعني. لا خلاص اشتريه لهم طبعا، ما فيش اي مشكله خالص. عارف بقى يا كابتن فارس، انت لازم تيجي تنورنا في النايت كلوب، هحجز لك ترابيزه على البيست قدام المسرح. لا هو الفنانه برضو بتغني كمان؟ لا انا مش بغني، انا فنانة استعراض. اوبا. لا 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 انت جيتي على الجرح بقى. اصلا انا خصوصا يعني في الاستعراضات دي بنسى نفسي جدا، بحبها جدا والله العظيم الاستعراضات ما شاء الله، ما بفوتش اي حاجه، وخصوصا بقى الفوازير. يبقى انت لازم تيجي. خلاص خلاص اتفقنا. اتفقنا. وان شاء الله هتشوفني في وزير رمضان اللي جاي. بجد؟ ايوه ده انا قاعد قدام التلفزيون من دلوقتي. ده بقى اللي بيقولوا عليه قعده عمل. انا متعوده على كده دايما، اما يكون عندي شغل لازم اقعد في اوتيل. بيرفكت. والله برافو عليكي، انت عارفه التصرفات دي تصرفات حاجه بروفيشنال، تصرفات واحده برنسس. ايه ده بقى، دي معاكسه دي ولا ايه؟ اعتبريها معاكسه. بقولك ايه، انا بفكر ان انا ابقى الراعي الرسمي للفاشن شو الجاي بتاعك، ايه رايك؟ بيرفكت طبعا، هو ده بقى الكلام الجامد. انا طول عمري جامد. من ناحيه جامده فانت جامده جدا، ولا انت عندك شكل كده؟ ايه ده بقى، معاكسه تاني دي ولا ايه؟ واي نوت، هتبقى معاكسه تاني ثالث. توتي انا فعلا منبهر بيكي، انا اي لايك يو سو ماتش. منبهر ليه يعني؟ ما انت بتقابل بنات حلوين كتير في الفاشن شو بتاعك وفي الشغل والعارضات والمودلز والحاجات دي يعني. فعلا يا توتي بشوف ناس كتيره جدا وبنات كتيره جدا ومن كل جنسيات العالم، بس عارفه كلهم نفس الطعم، ما لهمش ريحه، بس انت مختلفه، انت ليكي طعم. انت عارفه انت عامله زي ايه؟ عارفه الاستروبري؟ ايه؟ الفراولايه. عارفه الفراولايه؟ انت بالظبط زي الفراولايه. فراولايه؟ أول مرة حد يقول لي كده، يعني كانوا بيقولوا لي إن أنا عاملة زي البطة. بطة؟ ممكن طبعا. بس الفراولاية أحلى، خلاص همشيها فراولاية. أوكي. بيتي يا خوخة، أنا كنت عايزة أستشيرك في حاجة. إيه يا أختي؟ أصل الواد فارس بتاع الكورة عايز يقابلني، أقابله ولا لأ؟ يا الحاجة تقى بتقول إن الواد ده مالوش تاني، بتفهم الست وتعرف ناس كتير. أيوة يا أختي، يعني ما قلتليش أقابله ولا لا؟ أصل بيني وبينك الواد حاسوك كده حبتين. أوبا، الواد وزوقة ولا إيه؟ دخل دماغك صح؟ هو من جهة دخل دماغي فهو دخل دماغي، بس يا أختي غرز حبتين. مش محتاجة بقى صاحبتك تشيلك من الغرزة دي؟ وشيل الغرزة ليه؟ ايه ده؟ انت بتقطع عليا يا بت؟ انا بفكر هقابله. ايه؟ بجد هتقابليه بت وزه؟ يا اختي وايه المشكلة؟ ليه لا؟ اروح اقابله وانا هخاف؟ لو لقيته يا اختي كويس وابن حلال يبقى نتكل على الله. بس لو لقيت يا اختي ميته عكرة وماشي شمال يبقى نشد الترحاه. ماشي. بس بقول لك ايه؟ تبقي بت تقيلة كده.
عشان بتوع الكرة دول لو اتدلقتي عليهم هيدخلوا فيكي جونين وهيرموكي للجمهور يحلي بيكي. اساليني انا. ما تخافيش يا بنت، ده انا وزع والعيش ما يشوف، واحنا يا اختي ما نتعلمش ببلاش. تبقى يا اختي بس المرة دي تتدبي كمان. اه هنا. الف مبروك يا بابا عظيمة. الف مبروك يا ابو البنات. الله يخليكم لي يا بناتي وقبالكم كلكم واحدة واحدة. ممكن تسيبونا لوحدنا شوية؟ ماشي يا عمي. بابا انت ماشي. هما الأبهات اللي زوجاتهم توفوا الله يرحمهم في الأوقات دي بيقولوا إيه؟ تصدقي؟ معرفش. من غير ما تقول أي حاجة يا بابا أنا عارفة كل حاجة. ما قلتش إيه رأيك في بنتك وهي عروسة؟ زي القمر وأحسن عروسة في الدنيا طبعاً. خسارة في الواد ده، بس هو ابن حلال. ها؟ مرووش ومجنون بالكرة حبتين. عارف لو ما كانش عاقل عن اللي في دماغه ده أنا كنت عمري موافق عليه أبداً. ما قلت ليش؟ إيه رأيك في الفستان اللي توحة جابته لي؟ ولا القاعة يا بابا؟ نهى ومنى بيقولوا لي عليها إيه؟ تحفة 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 يا بابا. أنا يا بنتي كان نفسي أعمل لك كل حاجة، بس أنت عارفة الظروف بقى. إيه ده؟ مالك يا بابا في إيه؟ أنا والله ما قصدت حاجة من اللي قلتها دي خالص. وبعدين أصلاً يا بابا كفاية إن أنت موجود في حياتي. حضرتك ما بتعملش اي حاجه غير علشان تبسطنا بس، بتقدم لنا كل حاجه احنا نفسنا فيها. وبعدين يعني ده الناس الغريبه بيتمنوا ان انت تكون اب ليهم، امال احنا بقى بناتك نعمل ايه؟ الله يا بابا. بس بقى انا مش عارفه ايه الابهات دي، في عز فرحتهم تلاقيهم يعيطوا. ملك يا بابا عظيمه في ايه؟ هبطل عياط لما اخلص منك واحده واحده واجوزكم. تعيش وتفرح بينا يا احلى واحن اب في الدنيا. اما انا قاعد على قلب حضرتك، مش هسيبك ابدا. ايه ده، انت اول واحده عاوز اخلص منها واجوزك دلوقتي قبل بكره. شكلك كده حاطط عينك على حد وعايز تسربنا وتفضلها. ايه انت بتقول ايه يا بنت انت؟ انت عارفه ان انا سبت احتفالي النهارده مع المنتخب عشان اخرج معاكي ونتعشى مع بعض. ودي حاجه مزعلك؟ ده انا حتى وشي حلو عليك. امال قدام شويه هتعمل ايه يا كابتن المنتخب؟ بالعكس والله انا لا زعلان ولا حاجه، انا بس بعرفك يعني غلاوتك عندي، خصوصا ان انا جايب النهارده اول جون مع المنتخب. ده انا مش جايبه مع فرقه عاديه، لا ده مع منتخب مصر، يعني سبت الدنيا كلها عشان خاطرك انت. وان شاء الله يا اخويا مش هيكون اخر جون، ربنا يجعل حياتك كلها جوان في جوان ويجعلك من الهدافين ان شاء الله. اللهم امين يا رب. يعني انت فرحانه يا زوزو؟ الا فرحانه، ده انا الراجل المخرج جابني وانا بتنطط وبسقف اول ما جبت جول، كان المخرج يا اخويا مش شايف غيري في المدرجات. الهي يفضحه زي ما فضحني في تحت الاستاد. طب وين المشكله بس يا زوزو؟ المشكله بقى ما انت عارف انا فنانه ومشهوره وكل الناس بتجري ورا اخباري، بكره بقى تلاقي كلام في الجرايد مكتوب عن علاقتي السريه بيك وان احنا نعرف بعض يعني وكده، وتلاقي بقى خبر مكتوب بالبنط العريض اقرا فضيحه الفنانه المشهوره مع لاعب الكره المغمور. مغمور؟ اقسم بالله يا زوزو لو حد غيرك اللي بيقول الجمله دي كنت خسرته دلوقتي على طول. ماشي يا ست اعتبرك بتهزري. وعموما يعني يقولوا اللي يقولوه، ايه المشكله؟ احنا بقى نطلع نصدق على كلامهم. يعني ايه يا اخويا نصدق دي؟ يعني انت مش فاهمه؟ لا نرتبط بجد يا زوزو. لا انا اقول لك بقى، انا فنانه بس من عيله محافظه جدا، ما بنرضاش يا اخويا باللف والدوران. وبعدين هو انت مش شايف اخويا يبقى مين؟ ده البادي جارد بتاعي، انا مسيبني في حته وماشي معايا لان احنا من عيله محافظه. طب وايه المشكله يعني عيله محافظه؟ تمام، وده شيء يبسطني يعني. بصي انا مش عايز امشي غلط ولا عايز حاجه، لا انا داخل دغري والله العظيم. يا زوزو ده انا معجب بيك. طب انت عارفه ان انا من ساعه ما شفت صورتك في الاعلان يا نهار ابيض، اقسم بالله قلبي قاعد يدق كده وبقيت عامل زي المجنون، واول مره اصلا يحصل لي كده. انا ما بقتش فاهمني بقى، بقيت باصص لصورتك كده
مش عارف بقى انت عارفه يعني شويه الاحاسيس بقى اللي بتحصل للواحد دي وكده يعني. بس من وقتها وانا مجنون والله. لا والنبي ما تبقاش اوفر قوي، ده انت ممثل هاي. طب اقسم بالله ما بأوفر والله العظيم، اللي انا بقوله لك ده ابسط حاجه اصلا حصلت لي يعني، خصوصا بقى يعني لما شفتك تاني مره مع المساعد اسمه ايه؟ علي سكسوك. علي سكسوك اسم غريب قوي، ايه علي سكسوكه ده؟ هو ده لو سمع ان انت بتقول عليه مساعد كان قطعك، ده اللي بشتغل معاه. ومره بقى اعلان ومره اشوفك مع سكسوكه، اكيد يعني ربنا رايد لنا حاجه يعني، ما مش معقوله مرتين صدفه يعني. ده انت كده بقى حطيتني في دماغك وجاي وناويها. بقى حطك في دماغي وجاي وناويها بصراحه بقى. طب ايه بقى زوزو؟ هو ايه اللي اللي يعني دي هتبقى اخر عشوه ولا ان شاء الله هنتعشى تاني مع بعض؟ لو انت فاكرني ان انت هتعزمني تاني واروح ماتش واتفضح، لا يبقى كده اخر عشوه يا اخويا. بقول لك يا زوزو، ايه؟ اقسم بالله بحبك. طب كل بقى ما تكسفنيش. ماشي. على فكره انت لو حد تاني كان زمان دلوقتي فضحته في المكان، وجبت الواد اخويا دلوقتي راعك علقه موت. يعني انا مش حد تاني؟ لا يعني بس اصلك شكلك يعني طيب وحنين يعني وبتتكلم بجد. الله امر. الو جريده الاخبار الحره، ممكن اكلم الاستاذ مدحت العيساوي؟ عايزاه في خبر مهم بسرعه ارجوك. الو استاذ مدحت؟ لا مش مهم انا مين، المهم ان انا من اشد معجبين حضرتك وعلشان كده جايبه لك خبر الموسم، علشان اشوف اسمك منور وملعلع. عارف الممثله اللي اسمها زوزو اللي كل الجرايد والمجلات عماله تكتب عنها اليومين دول؟ البنت دي اصلا حراميه ومن 100 عقب، وجوزها طلقها علشان شك في سلوكها، وتبرى كمان من ابنه، وبعدها اتعرفت على واد اسمه سيد مناور حرامي غسيل، وسرقت معاه واتحبست 3 سنين. ولو عايز تتاكد من كلامي ابعت اي حد 100 عقب وهو يقولك. على فكره اسمها وز. سلام. الو ايوه جريده الانباء الحره. طب لو سمحت انا عايزه اتكلم الصحفي اللي كتب خبر عن الفنانه زوزو. انا مين؟ لا انا بقى واحده عندها اخبار انقح واقوى بكتير من اللي كتبها، بس انا لازم اكلمه بنفسه. طيب يا اخويا هستناك على الخط. الو ايوه انت الصحفي اللي كتبت خبر عن الفنانه زوزو؟ يا اهلا وسهلا، انا واحده بقى جايبه لك اخبار اقوى بكتير من اللي انت كتبتها. لا هديها لك بس مش هينفع في التليفون، انا لازم اقابلك بنفسي، اصلي معايا صور ليها ولازم تستلمها بنفسك ومحدش يشوفها غيرك. ماشي تمام، نتقابل فين؟ اقول لك انا. بص بقى، عارف شارع جامعه الدول العربيه؟ هتخش بقى من شارع شهاب من ناحيه جامعه الدول العربيه. تخش شارع شهاب. ماشي طيب يلا ألف سلامة. مع ألف سلامة. سلام سلام. واد يا عيد، يا واد يا عيد. الله يا عيد. ايه يا بنتي؟ في ايه يا بنتي؟ انت بتنادي ولا بتحفظي اسمي؟ لا يا روح خالتك بتعرف عليك. المهم ركز وصحصح معايا كده علشان عايزين نعمل موضوع ومش عايزين نروح في 60 داهية. انت بتعمل ايه؟ بصحصح. وانا اقول طالع اهبل لمين؟ اكيد لابوك. ده عشان قصير؟ لا عشان خاطر اهبل. انت
عارفه ان انا ما بقتش بفكر في نفسي خالص بجد. كل اللي بفكر فيه هو انت. نفسي احقق لك حلمك. بقعد كده افكر واقول هي توحى نفسها في ايه؟ وده اللي انا بعمله دلوقتي. علشان كده انا محضر لك مفاجاه. ومفاجاه هتعجبك جدا. مفاجاه ايه؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مدحت؟ ازيك يا استاذ؟ النبي شكلك صحفي ابن حلال، بس انا بصراحه يا اخويا ماليش في اللف والدوران. امور يا زوزو هنا. بص يا اخويا، انا مش طالبه غير طلب بسيط قوي، طلب هايف جدا. عايز اعرف مين يا اخويا اللي ادالك المعلومات دي كلها عني اللي انت نشرتها في الجورنال. محدش اداني معلومات. يعني ايه يا اخويا محدش؟ نمت يا اخويا وحلمت بيه ولا نزل عليك الوحي فصحيت كتبته؟ هاتي من الاخر وقولي انت عايزه ايه. مفيش، ما انا قلت لك حاجه بسيطه وانت مش هتسمع كلام، وبرده مش هاذيك عشان تطعم. عايزه اسم اللي ادالك المعلومات دي كلها عني. قلت لك محدش اداني حاجه. انت يظهر بقى ليك طرق انا مش فاهماها. طب يا اخويا لو اديتك 500 جنيه هتفتكر اللي كلمك في التليفون ولا اللي ادالك المعلومات؟ يا 500 جنيه عشان تعرف لي بس مين اللي اداني المعلومات؟ يبقى اشوفهم الاول. تشوف ال 500 جنيه تعجبني. عينينا الاثنين والله حطهم لك وجاهزين ورصهم لك رصه حلو. ايه رايك شفتهم؟ يبقى واحده كلمتني في التليفون وادتني كل المعلومات. يا سلام، والله ما قلتش اسمها. اسمها؟ لا ما اعرفش اسمها، ما قالتش اسمها. يعني ايه؟ والنبي اعمل معاك ايه؟ طب لو خلينا ال 500 دول 1000، تفتكر اسمها؟ 1000 جنيه برضه لا. ألفين جنيه. بصي هو ممكن بس هيبقى صعب شوية. صعب؟ تصدق فعلا عندك حق. لا صعب، 2000 صعب. طب يا أخويا آخر كلام عندي 3000، يا تاخدهم وتقولي مين اللي قال لك الاخبار والمعلومات دي عندي، يا اما هقول لك الف سلامه وشرفتني. اصلا يا اخويا وقتي بفلوس مش ببلاش، وهرجع فلوسي تاني. بس هقول لك على حاجه، لو ما قلتليش هتخسر كتير قوي. هتخسر زوزو وعلاقات زوزو والناس اللي هتقف في ظهرك لو احتجت حاجه، ده غير انك كمان هتخسر ال 3000 جنيه خساره. لا اخسر ال 3000 ازاي؟ انا افتكرت كل حاجه تقريبا، معايا رقمها ونمرتها، عشان واحده كلمتني امبارح وهي ما تعرفش ان عندنا اظهار رقم الطالب في الجريده، فانا قلت يا واد خد الرقم جايز تحتاج له في يوم من الايام، وبالفعل احتجت الرقم وانا ما اعرفش اسمها ايه بجد. تمام، حلو قوي. انا بقى يا اخويا مش طالبه منك غير حاجه واحده بس، الرقم اللي معاك ده تديهولي. انا بقى هعرف اجيب اصلها وفصلها وقرارها وعنوانها واصفي اموري انا معاك. يعني هتسببي لي مشاكل في النهايه انا الاخر. تغور الفلوس يا زوزو هانم اللي تجيب رجلي في موضوع زي ده، انا مش عايز فلوس. انا مش بتاع فلوس. انت باين عليكي مش ناويلها على خير ابدا. انا اضمن لك اني مش هعمل لك مشاكل. بوعدك بده، انا اصلا مش بتاع اتعاود، انا بس كده حوارات هتبقى ما بيني وما بينها. انت ناوي على ايه من الاخر يا زوزو هانم؟ مالكش فيه. هتجيب النمره بقى وتخلصنا، ولا تخسر بقى القعده الحلوه والصحبه الحلوه؟ ده انا حتى نسيت اجيب لك حاجه تشربها. بس على شرط. عينيا. انت لا شفتيني ولا عرفتيني. لا شفتك ولا عرفتك ولا هشوفك. يعني شفت الأمل. يبقى تمام، اتفقنا على كل حاجة. تمام. دول ال 3000 جنيه نصيبك. هتطلع لي النمر. بس عندي ليك مفاجأة حلوة. ليك زيهم بالظبط 3000 جنيه. لو كتبت لي خبر ينفي الخبر القديم كله ويلغي كل الكلام اللي اتكتب عني من جدره، قلت ايه؟ بكره تلاقي كل الكلام ده في الجريده الزهنة تحت امرك. حلو قوي، وبكره ان شاء الله مع اول اصدار هتوصلك الفلوس 3000 جنيه وفيهم بوس عسل. يا سلام. تشرب ايه بقى؟ ها؟ ايه ده؟ مش فاهمة حاجة. ايه رأيك؟ حلو قوي، بس انت جايبني هنا ليه؟ انت مش عايز تبقي موديل؟ انا هخليكي اجمد واحلى موديل في مصر. بجد؟ شور. ماشي. يا سمية؟ سمية؟ شيكو ازيك؟ هاي، ازيك؟ هاو ار يو؟ ايه الاخبار؟ فاين.
ما بتسالش ليه يا ندل؟ ولا بتفكر حتى تكلمني تليفون؟ والله ام بيزي، انا عندي دلوقتي ديفيلي وقاعد مشغول وما بكلمش اي حد خالص، فام سوري. اه يعني انت جاي علشان مصلحه ولا جاي علشان خاطر بنات؟ بنات؟ لا يا حبيبتي، قصدها مودلز. مودلز اللي هما البنات اللي في الديفيلي يعني. اه لا مش جايلك كده خالص طبعا، انا جاي اعرفك على توتي، احلى واجمل موديل في مصر، وهتبقى عارضه الازياء الاولى في مصر ان ذا فيوتشر طبعا. اهلا وسهلا. اشتركت في اي عروض قبل كده؟ لا بس كل اللي شافوني بيقولوا عليا ان انا يعني بمشي ماشيه كاتي ووك خالص. تحبي اوريكي كاتي ووك؟ اه طب كويس كويس، ممكن تورينا ماشيه الكات ووك يمكن نتعلم منك. تتعلمي مني ليه؟ امال انا جاي اتعلم عندك ايه؟ حبيبتي زي ما يلا ووك. ممتاز، بس انتي ناقصك حاجة بسيطة قوي علشان تعرفي تعمليها صح. حاجة ايه بقى؟ انت بتستهبل، انت عارف ان انا ما بقبلش اكتر من 21 سنة. سمية بقولك البنت تالنتد جدا وانا مؤمن بيها جدا. لا انت كده بتستهبل، انت علشان طالع منها بمصلحة فجاي تقرفنا انا وتوجع دماغي. بقولك انت مش لامك الفلوس؟ شوفي بتاخدي كام في ساعة؟ I'm gonna pay double. اوكي صباح. صباح الخير. صباح الخير يا حنين. ايه مالك زي ما كنت شفتي عفريت ولا حاجه؟ قصدك عفريتين. هاي حنين ازيك؟ هاي. بقولك ايه، انا عايزاكي تحضري لي بنتين كده وانا لازم امشي ضروري جدا عشان انا مستعجله. نفس عرض الشريف؟ اه للاسف، بس ان شاء الله هيكون الاخير. اوكي حضرهم لك، بس الميعاد امتى؟ اول ما البروديوسر يبلغني هبلغك. ويا ترى مدام توتي هتبقى في نفس العرض؟ اه شفتي عرض ايه اللي هتبقى فيه؟ يعني دي يا دوبك لسه قلعه الملاله. شريف بقولك ايه، ما تعلمني الرقص. نفسي قوي اتعلم ارقص اجنبي زي كده في الافلام، اللي هو بيبقى كده. أيوه وكده. ايوه هعلمك بس واحده. استني ده، بصي هقول لك مش كده، بصي. يلا اوكي اوكي. لا 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 انا بحب بقى الحته دي. أوكي. وبحب دي كمان. ايوه مش دلوقتي هي. لا 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 انا عايزه اعمل هي دي. لا بيبي مش حلوه قوي الحته دي يا شريف. اوكي يلا وعايزه اتعلم كمان رقص في ده كلاسيك. ذس از كلاسيك. انا عايزه بقى كده، عايزك تحضني قوي. حضني يا شريف حضني. اوكي بصي ده كلاسيك بس مش بيعملوا. طب الثانيه Let's do it. 17-3 أول مرة. تصوير أكشن. البحر بيضحك ليه وأنا نازلة الدلع عاملة الأولى؟ البحر بيضحك ليه وأنا نازلة الدلع عاملة حبيبة قلبي خضتني. أنا مين؟ هتكون مين يعني؟ حياتي وحبي ونور عيني. وحشتيني قوي. وانت كمان. هو انت كده يا اخويا كل ما تيجي تعمل لي مفاجاه وتخضني؟ انا عمري ما اقدر افاجئك لانك اجمل حقيقه حصلت لي في حياتي انا. يا حياتي. ايه ده يا انت بتعملي مع اختي عم مرجعه تحت الشجر؟ قومي يا كده مالك كده لابس مضيق وايه الحبل ده؟ ايه اللي بتعمله ده يا استاذ عيد؟ يا استاذ سيبه ده اخو النجمه. ابدع يا استاذ عيد، اتفضل قول قول. ده واخد اجرين. اثبت نفسك يا ابا انا مظبوطه. عيد عشان خاطري يا عيد ما تقطعش قلبي، ده حب حياتي. انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا ما اقدرش اجي على احلامك والله العظيم. اروح اجيب لك كزدوره واجي حبيبي. اه استنى يا مخرج، انا متضايقه مش معقوله كل شويه بتصورني من جنب واحد ليه يا اخويا، عماله ابص الناحيه دي. مفيش كاميرا ليا؟ مفيش كلوز يا استاذه؟ السلمه لقطات، هنعمل ستوب وبعد كده ناخد كلوز عليها. طب خلاص عايزه حد يجي يمسح لي العرق عشان عرقت. المكياج يدخل. ايه يا زوزو؟ ايوه مين البت الجامده دي؟ انا حبيتها قوي. اصبر يا واد يا عيد، في البريك يا اخوي. امشي امشي. ماشي يخرب بيت حلقك. تعالي يا حبيبتي اقعدي بيها، وسع شويه يا اخوي. قولي لي وانتي متجوزه؟ لا خالص. خالص حلو. طب مخلفه ازاي يا صحيح والنبي يا اختي؟ اصل انت عارفه الشغل كتير عليا. طيب تيجي لي بقى في البريك عشان عايزاكي في موضوع شخصي. حاضر يا استاذ. اتفضلي يا حبيبتي. هنصور تاني، ارجع بالشريو. يلا انت كمان روح هناك. يلا يا مخرج انا جاهزه. 17-3 تاني مره اكشن. البحر بيضحك ليه
وانا نازله الدلع عامله الاولى البحر بيضحك ليه وانا نازله. حبيبه قلبي وحشتيني. حبك بار سعيد من الاول. يلا هنصور تاني اكشن. خد يا واد يا عيد اديها تاكل. الف هنا اتفضل. بصي بقى يا صباح الواد عيد ده قلبه طيب قوي وحنين وغلبان احن واحد في اخواتي او النبي. مش كده يا واد يا عيد؟ اه والله انا طيب قوي. الحب مش بفلوس ولا ناس على ناس تدوس. الحب كلمه حلوه تريح النفوس. الله الله. بصي الكلام الحلو كلام حلو وحنين. وبعدين يا اختي ده بيشتغل بنفرين معانا في الفيلم متريش بياخد فلوس واجر حلو. بيشتغل معايا مدير اعمالي والبودي جارد بتاعي واخد دور. وبعدين انت بتتاخري في شغلك محتاجه ظهر وسند وحد يحميكي. صح يا واد يا عيد؟ اه والله الرجوله ادب الرجوله اخلاق. كلامنا زي الذهب مش كد وانفاق. اوعى تهدك اوعى بكره تندم يا فتوى. ما شاء الله ربنا يحرسك يا واد. شفتي شفتي الحلاوه؟ كل حاجه موجوده. قلتي ايه بقى؟ رايك ايه؟ انا بصراحه مرتبطه بابن عمي وبحبه. فكري لاخر كلام عندك. اه اتجننت في دماغها. معلش يا اخويا هات الطبق يا حبيبتي. روحي اقعدي يلا يا اختي مع الكرو بتاعكم. يعني حاسس اللي قلبي وجعني قوي جت عليا. معلش يا كبت اختك بس ولا يهمك. قال البت بتقول ماشيه مع ابن عمي. دي ماشيه ماشيه بطال. سيبك منها هجيب لك ست ستها وهمشيها من الفيلم وهجيب واحده غيرها هتعجبك برضه. ماشي كل يا عناي. كل يا ويز. كل اتغزده ده انت عملت دور حلو قوي النهارده. اه بنتي يا خوخه ما تقومي تجيبي لي مبرد لحسن ضفر هيتات. الله مالك يا بت قاعده وشايله طاجن ستك كده ليه؟ زهقانة. انتي طول النهار في الفن العظيم بتاعك والبت توحى في العروض بتاعتها وانا قاعدة ما بعملش اي حاجة غير اني بشحت الواد حسن خمس دقايق اشحت منه كلمتين حب وخلاص. هو ده اللي انا بعمله وخلاص. طب يا اختي ما تسيبك من حسن ده وتشوفي لك شغلانة ولا مشروع تحطي فلوسك فيها بدل ما انتي حطها في البنك. ايوه ما انا كنت قاعدة بفكر اهو وبعدين انتي لما جيتي قطعتي حبل افكاري. حبل ايه يا اختي؟ حبل ايه يا ام حبل؟ ده انا يا اختي مش شايفه غير حبل غسيل مربوط في سبت عمال يدلدق حب في حب في حب. عايشه يا اختي انتي الحب ده كله ليه؟ على فكره يا بنت انتي مستهونه بيا. انا بفهم في كل حاجه. انا ما بيبانش عليا بس ده انا ناصحه قوي. ناصحه؟ ناصحه ايه يا ام ناصحه؟ طب يا اختي بقى اسيبك انتي تكملي نشر افكارك على حبل غسيلك. طريقه عليا ليه؟ يعني انتي في الاخر خالص بقيتي ايه؟ مش عالمه؟ عالمه؟ اوعي بقى تكوني نسيتي نفسك يا بتاعه العيال ولا انت نسيتي. انا يا اختي وقتي بفلوس مش هفضل قاعده لك. يلا لو النبي عوزه والنبي ما تقوميش خليكي قاعده. بقول لك اشربك حاجه؟ عادي يا اختي. بنتي يا كنزي. ايوه يا مدام. تعالي يا بت الفنانه الكبيره زوزو. ايوه ده انا عارفاها ده انا لسه شايفاها في اعلان امبارح ده انا بحبها قوي قوي قوي. دي صاحبتي بقى صاحبتي من زمان يعني. شربيها ايه بقى؟ تحبي حضرتك تشربي ايه؟ عندنا شاي وعندنا قهوه وعندنا عصير جوافه وعصير برتقال. تأمري بحضرتك ايه؟ تصدقي يا اختي وانا جايه شفت عربيه عليها جوافه حلوه قوي عسل. اعملي يا بت عصير جوافه. حاضر. ماشي. وانا جوافه بت. حاضر. الا قولي لي يا بت ايه؟ هي البت دي اجنبيه؟ لا معاها مأهل. معاها مأهل؟ اوعي يا بت تكوني قايله لها ان احنا اشتغلنا قبل كده في البيوت. اوعي يا بت. بقول لك ايه؟ وانت عامله ايه بقى في شغل؟ عامله ايه؟ يا اختي هكون عامله ايه؟ هم ما يتلم وتعب وشقة كل يوم تصوير بقعد اصور لغايه ما بتهلك. بصي بقى يا اختي ولا اللي بيشتغل مبسوط ولا ما بيشتغلش مبسوط، ولا اللي معاه فلوس مبسوط ولا معاهوش فلوس مبسوط، ما فيش حد مبسوط. اه والله ما حد عاجبه حاله. طب بقول لك ايه يا بت؟ بتيجي تحضري يا اختي معايا يوم تصوير اهو تسلي نفسك بدل قعدتك دي. لا لا جيت معاكي اخر مره زهقت قوي. 18 ساعه تصوير ايه الهبل ده يا اختي؟ مش مشكله اشوف لك يوم قصير تقعدي ساعتين ولا ثلاثه تتسل. لا ولا اروح ولا اجي يا اختي خليني في حالي. انا في حاجه كده هفضل افكر لغايه ما اوصل لها. انا عارفه. طب قولي عامله ايه يا اختي مع الشيخ حسن بتاعك؟ قلت لك يا اختي بشحته بالعافيه خمس دقايق مثلا بالعافيه. هو يا اختي بيتهرب منك ولا ايه؟ لا ما بيتهربش هو مشغول قوي بالبرنامج الديني بتاعه ده. برنامج ايه؟
النبي يا اختي، الواحد كل ما يفتح التلفزيون يلاقي برنامج ديني، كل القنوات يا اختي بقى فيها برامج دينيه، تقوليش كل واحد فيهم بيتكلم كلمتين في الدين يبقى شيخ، ناقص كمان يعملوا شيخ لكل واحد فينا. تصدقي يا بيت لقيتها. وانت يا اختي كان في حاجه ضايعه منك ولقيتيها؟ اتفضل بيت. فعلا فعلا كل الشيوخ اللي بيطلعوا على التلفزيون رجال. انا هعمل برنامج. تعملي برنامج ايه يا بنت؟ برنامج جديد يا شيخه تنيلي. هو انت تعرفي يا اختي الالف من كوز الدره؟ انا على فكره انا قررت خلاص، ايوه هعمل برنامج جديد. طب قولي برنامج طبيخ ماشي، برنامج بتاع عيال زي سينما الاطفال شغال، لكن برنامج ديني انت يا بنت اتهبلتي؟ ايه يعني؟ يعني هما كل اللي بيطلعوا على التلفزيون دول بيفهموا؟ ما اكيد حد قال لهم قولوا ده وما تقولوش ده، اتعلموا يعني هتعلم. ايه يا بنت تكون بجد الموضوع كبر في دماغك. ايوه بفكر فيها بجد. بقول لك ايه؟ احنا ممكن نعمل برنامج ايه؟ الشيخه خوخه، لا الشيخه خلود، بس نسمي البرنامج ايه بقى؟ علمني العوم والنبي يا احمد. لا بجد سميه ايه؟ مثلا خمسه لربك ولا لا حاجه زنق فيها اسمي كده عشان الناس تندهلي في الشارع وبتاع، حبه مع خلود مثلا، حبه كده واي حاجه. ايه حبه فوق حبه فوق وحبه تحت. بقى شيخه بكره والله اقفل الكباريه اللي بتشتغلي فيه ده. بس يا بيت قطعين الارزاق دول. صدقي فكره، انا خلاص قررت ادخل معاك في موضوع الانتاج. بارك الله فيكي، وصدقيني ده يمكن اعتباره صدقه جاريه، لان كل ما هيتذاع كل ما عدد المستفيدين هيزيد، كل ده هيتحط في ميزان حسناتك. من بقك لباب السماء. ادي شيك بنص مليون. ربنا هيبارك لنا في مشروعنا باذن الله. انا في ناس كتير بتقولي ازاي تحطي مبلغ زي ده في مشروع كده، بس انا ليا حسبه تانية. حسبه ايه؟ انا معتبره مهر. مهر؟ اه. تتجوزني يا حسن؟ ايه؟ سكت ليه؟ وانت عايزاني اقول ايه؟ تقول اه. انت عارفه معنى كلامك ده ايه؟ انت كده بتشتريني، وانت بقى متخيله ان الشيخ حسن الامير ممكن يتباع بالفلوس؟ نعم مش شريفه، ما اقصد، انت عارف يا حسن احنا بينا ايه؟ وعلى فكره عمره ما راح، ده كان بيزيد. أنا بحبك بجد يا خوخة. أنا خوخة؟ ياه كان نفسي قوي تناديني خوخة من ساعة ما شفتني. أنت بتحبني يا حسن؟ خوخة اللي بينا عدى عليه زمن، وبعدين أنت اللي سبتيني مش أنا. فاكرة آخر ميعاد ما بينا؟ كان في بينا ميعاد تاني، وأنا استنيتك، استنيتك كتير. إزاي بعد الفترة دي جاية تسأليني إذا كنت لسه بحبك ولا لأ؟ والنعمة الشريفة كان غصب عني. انت متعرفش ايه اللي حصل في السنين اللي فاتت دي يا حسن، والله اللي كان مخليني عايشة هو حبي ليك. طيب وبعد السنين دي كلها جاية تعوضيني بانك تشتريني بالفلوس؟ والله العظيم لا، خلي شيك عندك مش عايزاه. انا كل الحكاية ان انا بحاول اتقرب ليك يا حسن. بس انا مش حسن بتاع زمان. عارف عارف انك شيخ حسن الامير، بس انا كمان مش اي واحد. أنا بحب حسن بتاع زمان، مش بحب الشيخ حسن الأمير اللي كل البنات بتجري ورا تراب رجليه. طيب دعي ما أفسده الزمان يصلحه الزمان. بقول لك يا حميد، ما تتجوزني، اتجوزني على جوزي والنبي، أنا موافقة. لا يا شوشو، أنا ما أخش على دور أبدا يا أختي. أيوه. بقولك ايه، ما تلف لنا بقى سجارة عشان نحبس. جرى ايه يا حمادة؟ نحبس ايه؟ احنا كنا بناكل ماما. ماما ده أحلى ماما، ده لسه واكل بطة بحالها. امشي يا قليل أدب. أنت بتبلبع ايه يخرب بيتك؟ أنت بتضرب برشام مع حشيش؟ يا جنيل عليك. يا شوشو، مش لازم نحتفل يا شوشو، ده لسه دلوقتي هطلع زيت شامبانيا من اللي بتفرقع دي، وأغرق لك الأوضة دي. على عيني، بس أعمل ايه؟ الموكوس في البيت عارف ان انا نازله اقابل ناس قرايبي، ما ينفعش اتاخر. بقولك يا شوشو،
ولو جوزك عارف انك بتجيلي هنا هيعمل ايه؟ هيجي معايا طبعا، اصله بيموت في الشمبانيا، لو جه هيقعد بقى ويقعد يحتفل معانا كده. ده طلع توتي خالص، يا خسارتك يا شوشو. حظي منيل. بقول لك ايه؟ ما تبوظناش دماغنا، انا عامله لك هديه كده. يا عيني. السيجاره جاهزه وملفوفه. مزاجك. خد بالك، انا بقيت بجيب لك هدايا اكتر ما ببيع لك، كده سمعتي تتضرب في السوق. ويا ست عشان نبقى خالصين. شريط البرشام. لا يا عينيا ماليش في الكيمياء. مالكيش في الكيمياء؟ إيه كله احياء بس؟ اعمل ليه تخصصي؟ اه يا مذاكره. بصوا بقى يا جماعه، المثل بيقول اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. وانا الحمد لله بعد وفاه ابويا الله يرحمه ربنا كرمني باتنين بعتبرهم كل عيلتي بجد. الكابتن اللي يعتبر زي ابويا بالظبط، والكوتش اخويا الكبير طبعا. فانا يا عمي ما ينفعش اجي اتقدم لبنت حضرتك من غير ما اجيب عيلتي التانية معايا. والله يا ابني انا ليا الشرف الكبير ان نجوم الملاعب ونجوم مصر يكونوا مشرفين ببيتي، ده يوم السعد ويوم الهنا. يزيد فضلك يا حاج. الله يكرم اصلك يا حاج. انا اول ما فارس قال لي اجي اطلب له ايد بنتك فانا قلت له يلا بينا. انا بحب الاستقرار، والاستقرار ده بيفيد كتير في نفسيه اللعيب جوه الملعب. وبيقولوا ان اللعيب بيبدا عطاؤه في سن الثلاثين عشان بيكون بيتجوز خلاص. يعني اللعيب اللي بيتجوز بدري عطاؤه بيبتدي بدري. الله الله عليك وعلى دماغك العالية يا ابو الكباتن. مدرسه طول عمرك مدرسه يا ابو الكباتن. فارس ده من اللعيبه اللي هيشيلوا المنتخب على كتافهم في المستقبل. ملتزم في الملعب وملتزم بره الملعب، وهو طالب القرب منك بقى. ايه رايك؟ والله بعد الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده يا ابو الكباتن ما اقدرش اقول غير حاجه واحده بس، هو ابنك وهي بنتك، وانت بقى عيش بقى. يا سلام، وانا ديك الساعه ديك الساعه لما احط ايدي في ايدك يا ابو الكباتن ليوم المنى. طبعا موافق طبعا. طب مش ناخد راي العروسه الاول يا حاج؟ هو انا ليا راي بعد راي ابويا؟ يا كابتن، ده الكابتن يؤمر وانا خليه ياخدها وهو ماشي دلوقتي، يعني هو بس يقشر يقشر. الله يكرم اصلك. بس انا الحقيقه ليا طلب بسيط قوي. طلب ايه يا عمي؟ يؤمر لو عايز شبكه مهر انا تحت امرك في اي حاجه. لا شبكه ايه ومهر ايه، انا نفسي في حاجه واحده بس، حلم بحلم بيه طول عمري، نخش كاس العالم. نخش كاس العالم يا ابو الكباتن، حرام والله، ده احنا بقالنا 8 سنين ما عتبناهوش. يعني تقصد ان المهر هو وعد مني ان مصر تخش كاس العالم؟ والله والله لو وعدتني بكده انا لا عايز لا مهر ولا شبكه ولا عفش ولا اي حاجه ابدا، ده انا اديها له وفيها كمان بوتاجاز هديه من عندي. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ما تقلقش خالص يا حاج، من الناحيه دي انا احب اطمنك ان شاء الله مصر في كاس العالم اللي جاي. هقول يا رب. انتوا بس ادوني المهر والشبكه، ولما تروحوا بقى كاس العالم ابقوا تعالوا خدوهم تاني. هو بس الحقيقه ابو الكباتن لا مؤاخذه يعني انا بتدخل في شؤون الكوره، ما انا برضه بفهم في الكوره. يعني الحقيقه انا شايف ان المنتخب على طول يا اهلي وزمالك اهلي وزمالك، مع ان والله والله ومليك عليا حلفان يا ابو الكباتن في لعيبه زي الفل في النوادي التانيه. ايه الكلام ده يا حاج؟ انت ما عندك عبد الستار صبري مش في القطبين لكن ورقه رابحه في المنتخب. الكابتن يقصد يا حاج ان دايما اللعيبه الصغيره لما بينجحوا في انديتهم الصغيره دايما بيفكروا في حاجتين، يا اما يجروا يمضوا ورا الاهلي يا اما يجروا يمضوا في الزمالك، وعشان كده دايما القطبين بتوع الكره المصريه فيهم احسن اللعيبه في مصر. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه، هو احنا هنقضيها كره ولا ايه؟ مش نقرا الفاتحه بقى؟ اللي تشوفيه يا حاجه. يعني عندك مثلا الواد تامر بيجاتو بتاع المنصوره، ها عارفه طبعا، اهو ده لا اهلي ولا زمالك ولا منتخب يا عيني. وهذا بقى الفرق بين العين اللي بتشوف في التلفزيون والعين اللي بتشوف جوه الملعب. ازاي يعني؟ بقول لكم ايه يا جماعه، ما يلا بقى تشربوا الشربات، ولا ايه رايكم نقرا الفاتحه الاول وبعدين نشرب؟ طب ما نقرا بقى الفاتحه وننجز. انا بقول كده برضو. يعني انت عايز تقول ان تامر بيجاتو ما ينفعش يلعب في المنتخب يمثل احسن له؟ في لعيبه محليين نجوم في مصر لكن لو راحوا دولي ركابهم بتخبط في بعض، ناقصهم الاحتكاك. الكوتش يقصد يا حاج ان دايما لعيبه الاهلي والزمالك بيبقوا في الفورمه عشان بيخلصوا البطولات المحليه ويطلعوا على البطولات الافريقيه. في دي عندك حق،
فعلا اهم شيء الاحتكاك. طب ايه يا جماعه بقى، مش هنقرا الفاتحه ولا ايه؟ معلش يا ابني، انت عارف انا اول مره اشوف الكباتن، يعني ده يوم السعد ان هم عندي في البيت. ان شاء الله هتشوفهم كتير يابا، هتشوفهم كتير. ما احنا هنبقى عايزين اجيلك كل يوم، قول لي وانا اجيلك. يلا نقرا الفاتحه. الحمد لله. الله يبارك فيك يا ام العواكس، والله بحبه بحبه. انت الوحيده اللي تقدري تحنني قلبه عليا، انت الوحيده اللي تقدري تزرعي حبي في قلبه. على فكره هو اللي هينضفني. طب في ايه اكتر من ان انا اتجوز شيخ عشان انضف؟ والله انا عايزه انضف، انا عايزه انضف بس مش عارفه. وبعدين انا تبت وهتوب اكتر يعني. طب انت عايزاني اتوب الاول؟ عشان انا مستاهلوش صح؟ عارفه اني مستاهلوش، بس هي معجزه منك انت، والله معجزه منك انت انك تتجوزي هودي. النبي يا طهر، النبي يا طهر بحبه، النبي يا طهر. السلام عليكم. استغفرك الله العظيم. عليكم السلام يا شيخ حسن. خير يا حاجة، قلقتيني. سلامتك من القلق يا اخويا، ان شاء الله ما تقلق ابدا. زي ما تقول كده يا شيخ حسن، عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ موضوع البت خوخة، البت الغلبانة المنكسرة اللي ممشيها وراك زي المجذوبة، كل أملها في الدنيا إن أنت تبقى راجلها. يعني هو أنا بعمل معاها إيه؟ هو اللي أنت عامله فيها ده شوية؟ ده أنت مخليها متجننة، حرام عليك، البت قلبها مكسور ومش عارفة تعمل لك إيه ولا ترضيك إزاي؟ لا بصراحة حرام عليك، صعبان عليا قوي. قصدك إيه؟ قصدي بيان. انت ليه يا شيخ حسن ما قلتش لخوخه ان انت متجوز بيان وسايبها متشعبطه ومتشعلقه في حبالك الدايبه؟ ما هو لا بلا ما هو بلا مش ما هو. اسمع بقى يا شيخ حسن، انت صح يا اخويا شيخ، بس لسه شيخ ورور صغير، صح لك مريدين وناس بتسمعك ونجمك بقى في السما، بس في الاول وفي الاخر الفضل يرجع ليا انا. وخوخه دي يا ضنايا الفرخه اللي بتبيض لي بيضه ده، وما عنديش استعداد اخسرها. خوخه دي روح الحاجه يا شيخنا. اسمع، البت خوخة لازم تشوف لك حل وتراضيها. يا حاجة ما هو أصل الموضوع ما فيش ولا أصل ولا فصل. مش عايز أسمع حاجة يا أخويا، الله يخليك ما عايز أسمع حاجة. أنا كل اللي أنا عايزاه إنك أنت تراضي خوخة. يا دي النيلة، ما تبقاش شيخ وبتراضي الناس على ربنا ومش عارف تراضي البت دي على روحك. حاضر حاضر يا حاجة. حضر لك الخير، حضر لك الخير يا شيخ حسن. يا أختي شيخ اخر زمان عوض عليا يا رب. المهم يا شيخ حسن، ان شاء الله بقى الجلسه الجايه اللي هتبقى انت والاخوات، عايزه الدرس بتاعها يكون عن الرضا والقناعه. عارف يعني ايه الرضا والقناعه؟ عايزين نقول للاخوات فضل الرضا وفضل القناعه. الرضا لمن يرضى يا شيخ حسن، يا شيخ حسن. ان شاء الله ان شاء الله. فتح الله عليك، فتح الله عليك، فتح الله عليك. يعني نقدر نقول من الخطوه دي ان حضرتك هتترك مجال التسجيلات الصوتيه وهتنتقل لعمل البرامج التلفزيونيه؟ لا طبعا، التسجيلات الصوتيه هي الاساس وهي الاكثر انتشارا، لانك بمنتهى البساطه تقدر تسمعها في كل مكان. يعني ممكن تسمعها في البيت، في عربيتك، في الشغل. اما التلفزيون فهو لي وقت معين وجمهور معين، يعني ببساطه كده تقدر تقول ان الاثنين بيكملوا بعض. شيخ بزحل، أنا هاخد أسبح لك وهي معايا تليفون. طيب قول لها تستناني في المطعم في الفندق اللي أنا بقعد فيه. تحت أمرك، اتفضل. طبعًا زي ما حضرتك عارف إن التلفزيون بقى ينتشر قوي تقريبًا في كل بيت، بس ده طبعًا ما يخليناش ننكر أهمية التسجيلات الصوتية. وإحنا في مجالنا بنحاول نستخدم كل السبل لنشر الدعوة. لكن جمهورك الحقيقي في مصر، وحضرتك اتعاقدت مع قناة فضائية مشفرة،
مش مرتبطة غير بطبقة معينة. حضرتك مش شايف إن ده هيقلل من وجودك بالنسبة للجمهور المصري البسيط؟ والله في نشر الدعوة إحنا بنحاول ننشرها في كل الأماكن وفي كل البلاد، يعني ده شيء كويس لما الناس كلها تستفيد، لأن رسالتنا نشر الدعوة في كل مكان. إيه اللي أنت بتعمليه ده يا أخويا؟ إيه لعب العيال الصغيرة ده؟ أنت هتقعدي تطرديني كده في كل حتة؟ وأنت هتفضل تهرب مني كده في كل حتة؟ بصي، أنا هنولك اللي أنت عايزاه. أنا موافق إن احنا نتجوز. بجد يا حسن؟ بجد، بس على شرط. الجواز ده هيفضل سري. يعني إيه؟ يعني سري، بيني وبينك. لا، لا أنا مش هتجوز عرفي. العرفي ده سكته وحشة أوي يا حسن. هو حد جاب سيرة العرفي؟ أنا وأنت هنتجوز عند مأذون شرعي، على سنة الله ورسوله وزي ما الكتاب بيقول. بس مش هنبلغ ولا هنعلن حد. وده يبقى جواز ازاي يعني واحنا بنعمل حاجه مسروقه؟ وبعدين ده مش عيب ولا حرام يعني نخبيها ليه؟ هو ده يبقى جواز برضو يا حسن؟ طبعا جواز شرعي واتنين شهود، وانت برضو ممكن تبلغي صحابك المقربين دول. احنا محتاجين ان كل الناس تعرف ليه؟ عشان عايزه كل الناس تعرف اني بحبك يا حسن. اهم حاجه ان انا اعرف ان انت بتحبيني. تمام، في حاجة تانية فيه؟ لا شكرا يا حبيبي، شكرا. طب وانت بتحبني يا حسن؟ ما تقلع النضارة دي يا حسن، انت لابس نضارة شمس ليه واحنا قاعدين هنا؟ هو انت ناسية ان انا شيخ؟ ما ينفعش اتشاف بصحبة امرأة غريبة، ده شيء مش كويس. ايوه يعني شيلها ثانية يعني، عايزة اشوف عينيك. طيب خلاص خلاص، وادي عينيا يا ستي. ارتحتي؟ بتحبني يا حسن؟ طبعا، امال انا هتجوزك ليه؟ يوه، لبستها تاني برضو؟ طب ماشي، أنا موافقة على الجواز بالطريقة دي، بس على شرط. موري نخلف. أنا نفسي في حتة عيل. نعم، دي أمنية حياتي يا حسن، نفسي في حتة عيل. ده أنا بشوف العيال ماشية كده بتشحتف عليها. طيب، فليقضي الله أمرا كان مفعولا. على العموم لكل حادث حديث. الكلام المشبك ده مش فاهمه ولا كلمة. وبعدين قول لي كده كلام يشبك قلبي، ليه كلام حب ولا هو الحب حرام يا شيخ حسن؟ لا مش حرام، بس شعرك ده حرام. ابقي غطي القصة بتاعتك. ماشي. طب ما تاكلي. طب اقلع النضارة والنبي وانا اكل. حاضر. اتفضلي. بصي بقى يا زوزو، انا المقاول قال لي ان كلها 3 4 شهور وهيكون بقى غير لنا الالوانات دي خالص وظبط السباكه والدنيا هتبقى زي الفل. استنى هنا، ايه اللي 3 4 شهور ده؟ كتير قوي. واحنا كل ده يا اخويا هنقعد واحنا لسه ما اتجوزناش؟ الله، ده انت مستعجله قوي بقى. اه يا اخويا مستعجله. طب بقول لك ايه، انا عندي حل حلو قوي. انت تيجي تقعد معايا في شقتي نتجوز فيها وكل حاجه كامله لغايه يا اخويا شقتك تخلص. يا زوزو اللي انت بتقوليه ده، لا طبعا، انت كده بتشتميني، ده انا راجل شرقي. الله، وانا بشتمك ليه؟ انا وانت يا اخويا زي بعض، وبعدين شقتي كامله وجاهزه، وبعدين بقول لك لغايه ما شقتك تخلص. فلوسي هي فلوسك وشقتي هي شقتك، وانت سيدي وتاج راسي. يا حبيبتي ماشي، انا عارف ان احنا واحد وكل حاجه، بس انت برضه يا زوزو يعني كان وشك حلو عليا والحمد لله. انا دلوقتي ربنا كرمني بعرض حلو جدا من نادي الزمالك، يعني هسيب الترسانه واروح الزمالك. يعني بصي هي كلها شارع بس هعديه. وحياه ربنا بجد؟ اه والله العظيم. هتروح الزمالك يا واد؟ ايوه. ده انا هزغرط لك وهعمل لك زفه. الف مبروك. بس يا اخويا ليه ما رحتش الاهلي؟ انا سامعه ان هو بيكسب كتير قوي الدوري وبيدفع فلوس كتير قوي للعيبه بتاعته. بصي بقى يا زوزو، انا بصراحه فكرت بالعقل. هو دلوقتي الاهلي اه عارضين عليا وهيدوني فلوس جامده جدا، بس في 3 لعيبه في نفس مركزي في الاهلي. طب انا لو سبت الزمالك مش هتشاف كويس، وممكن اقعد في الدكه شويه لحد ما يجي دوري وادخل في الاهلي. طب ليه بقى ما نلعب في الزمالك واخد مكاني واتشاف بشكل حلو؟ والنبي يا اخويا ناور، وبعدين ما فرقتش كتير اهلي ولا زمالك، الاثنين بحبهم. بالظبط كده. وبعدين الزمالك دلوقتي كمان بقى بيعملوا حاجه جامده قوي، هياخدوا احسن لعيبه من كل فرقه، يعني هيبقى فريق الاحلام.
فريق الاحلام. تصدق انا احلامي كلها بتتحقق؟ اصل انا حلمت ان انت هتروح بفرقه كبيره جدا وهتجيب جوان وتكسب، وحلمت كمان ان احنا نتجوز قريب. الله اكبر بقى، ده انت مكشوف عنك الحجاب يا زوزو. وكل احلامي بتتحقق يا اخوي. الله، حلو قوي بقى يا زوزو. طب بقول لك ايه يا زوز، احنا دلوقتي لو رحنا قعدنا في شقتي مش في بابا وماما وعيد وبتاع، ازاي بقى عريس وعروسه كده يعني والخلوه؟ لا مفيش مشكله خالص، اصل انت ما تعرفش انا شقتي دورين، دور تحتاني يا اخويا ودور فوقاني، هم هنديهم الدور التحتاني اخويا وابويا وامي، والدور الفوقاني بقى انا وانت تفتح الشباك كده تشوف جامعه الدول العربيه كلها من اولها لاخرها، منظر حلو قوي. وبعدين انا هقول احنا هنعمل باب عند السلم ما بين الدور الفوقاني والدور التحتاني، نوقف الواد ده عليه ونعمل لهم جرس كمان عشان يخبطوا لو عايزين يطلعوا فوق، وبعدين يطلعوا فوق ليه؟ دول بيناموا بدري. خرب بيت دماغك يا زوزو. ماشي يا ستي، يعني اضمن ان انت هترقصي لي لوحدي؟ ارقص لك بس، وبعدين زوزو بترقص للناس كلها، مش هترقص لجوزي حبيبي سيدي وتجراسي. الله عدلع. الله، حلو قوي بقى، انت بقى ترقصي لي في البيت لوحدنا وانا اروح في الملعب افضل ارقص اللعيبه واخدهم عند الجون واروح رازع جون على طول. شفت بقى ان انا وانت لايقين على بعض، انت ترقص في الملعب وانا ارقص في الكباريه. طب بقول لك ايه يا زوز، مفيش بقى بوسه هد كده لما الماتش يبتدي والحكم يصفر؟ وبعدين يلا اصلا بخاف افضل معاك في حته لوحدينا. والنبي. باي ذا واي، انا كلمتك امبارح على التليفون ما رديش عليا. ما شفتش انك كلمتني. ده بجد؟ تودي بطلي بقى الحركات دي اوكي؟ عشان مش انا اللي تعمل علي الحركات دي. بليز بعد كده لما اكلمك تردي عليا. وانت بتغير عليا ولا ايه؟ اه بغير عليكي وبحبك كمان. انا مش فاهم، هو انت بتحبي جوزك؟ ابو المكالم ابو الكوامل ده انت بتحبيه؟ لا يعني مش بحبه بالمعنى المفهوم يعني، بس جواز يعني اسمه ونصيب. جواز يعني استقرار، بعدين كان بيني وبينه عشرة اعرفه من زمان يعني، انما مش حب. يعني بتحبيه ولا مش بتحبيه؟ لا ما بحبوش. طب وايه اللي مخليكي معاه؟ في واحده بالجمال والحلاوه دي تفضل مع واحد اسمه قبل الكوامل ولا المكارم؟ انت ازاي مش شايفه نفسك كده يا توتي؟ وبعدين انا بقعد افكر فيكي كتير قوي، بقول هو انا اوصفك بايه؟ يعني انا عدى عليا ستات كتيره جدا، شفت ناس كتيره جدا من جنسيات مختلفه، شفت البرازيليه، اقول انت على فكره انت زي البرازيليين بالظبط، بس اقول لا توتي فيها حاجه مختلفه، اقول يمكن فرنسويه عشان رقيقه جميله رومانسيه، برضه بقول لا اقول يمكن امريكانيه، كل الامريكان جيرلز بيحبوا ان هم ينطلقوا يسافروا، جريئه ست جريئه، بس انت فيكي كل الحاجات دي كلها. في الاخر بقول هي توتي بالظبط عباره عن ايه؟ عارفه في الاخر بقول ايه؟ ان انتي ميكس غريب ويونيك، ولازم تكوني مع حد يفهمك، لازم تكوني مع راجل يقدر فعلا يحطك في الحته المظبوطه. انتي رايحه لي مع ابو الكوامل ده. يخرب بيت حلاوتك يا شيخ، يخرب بيت كلامك الحلو. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا لهوي، انا هصدق على فكره. ما تصدقي طبعا. انت مش بتضحك عليا؟ وتفتكر ان في حد في الدنيا يقدر يضحك على توتي؟ لا ما حدش يقدر يضحك عليا، بس كمان اي ست تسمع الكلام اللي انت بتقوله ده لازم تدوخ، لازم تصدق. على فكره انا مش بتكلم، اعتبريه كده او تقدري تقولي ان ده قلبي هو اللي بيقول الكلام ده. او انت عايز تتجوزني؟ اه طبعا عايز اتجوزك، ليه لا؟ انا كتير بفكر في الموضوع ده، نفسي تيجي معايا في كل حته، نفسي معايا في الديفيليه، نفسي معايا في الاتوليه واحنا بنشتغل، معايا في البيت نفكر مع بعض نفتح بيزنس كبير، عايزك تبقي في حته تانية خالص. توتي انت دماغك حلوه جدا وفعلا مش متوظفه صح. عندي ليكي خبر حلو يا بنت وز. ايه والنبي يا اختي، بقالي فتره ما سمعتش اخبار حلوه، قولي. مش هتصدقي. طب يا بت ما تقول. لا ده حلو قوي، انا مش مصدقه نفسي. يخرب بيتك شوقتيني، بقول لك قولي فرحيني. انا وحسن هنتجوز. انت بتهرجي؟ اي اخيرا هتتجوزي؟ يا نهار ابيض، اقوم ازغرط ولا اعمل ايه؟ معقوله الشيخ حسن ملوش وش من قافه، اخيرا يا بنت عرفت تجيبيه؟ ده ما كانش ليه ماسكه. انت ازاي ما تشتميهوش؟ ما تقوليش عليه كده. قال ما اشتموش ايه؟
لا طبعا اشتمه يا بنت، ده اللي بهدلك وجرجرك وراه ودوخك وراه السبع دوخات اشتمه. اي بس انا برضو خوخ وقعته على جدور رقبته. شاطر يا بنت، ما هو الرجاله كده تقعد تفلفص 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 لغايه ما في الاخر يقع زي العجل وما تقوملوش قومه. اسالينا انا، ده انا خبره في الرجاله. برضو عجل يا وزه؟ برضو عجل؟ صدقي بقى الواد حسن ده يتغنى له كنت فين يا حسن امك. لا مش هم، اخوك بتدور عليك. ده قمر يتغنى له يا حسن يا خون الجنينه يا حسن يا غالي علينا الدلع يا حسن. يا اختي على الحب. مبروك المكتب الجديد. الله يبارك فيكي. ومالك كده بتقوليها من غير نفس؟ انا عايز اعرف ايه حكايتك مع اللي اسمها خوخه دي. حكايتي في ايه يا بيان؟ بتتكلمي معايا كده ليه؟ رد عليا، ايه حكايتك مع الزفته دي؟ انت عارفه ان اللي بيننا شغله بس. شغل؟ واللي بينهم شغل يروحوا يتغدوا لوحدهم في مطعم؟ الله بقى، انت بتراقبيني. انا مراتك يا شيخ حسن ولازم اعرف عنك كل حاجه. مراتي؟ هو انت كل شويه هتقعدي تقولي لي مراتك 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 في ايه؟ ايوه مراتك. ولا الجواز العرفي ده مش جواز يا شيخ حسن؟ ما حكم الجواز العرفي؟ مش ان انا ابقى مراتك برضو ولا ايه؟ ولا تحب ان انا ابقى عاشقتك؟ استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله. ما انت كويس اهو، وهو الجواز العرفي يديك الحق انك تتصرمح؟ انت ازاي بتتكلمي معايا كده؟ رد عليا زي ما بكلمك يا شيخ حسن، انا عايز اعرف ايه حكايتك مع الحيوانه دي؟ قلت لك مفيش، شغله بس. انت بتكذب يا شيخ حسن، انت ما تعرفش ان اللي بيكذب بيروح النار؟ بيان بطلي طريقتك دي، ولا قسماً بالله لكون مطلقك دلوقتي. تطلقني؟ وهتعلن طلاقنا بقى ولا إيه؟ ولا هيبقى طلاق في السر زي جوازنا؟ وبالمناسبة ده يبقى اسمه إيه؟ طلاق رسمي ولا طلاق عرفي؟ خليك أنت كده عايشة في أبوابك. شوفي، أنا مفيش في حياتي غير الدعوة، هو ده اللي أنا مركز فيه وبس. ماشي يا شيخ حسن، هصدقك وربنا يكون معاك في الدعوة وشغل الدعوة. شفتي خلود هانم بتاعتكوا طلعت ايه يا حاجة؟ طلعت خدامة ولا تسوى؟ كانت بتشتغل في البيوت. لا وايه، كل ما تروح تشتغل عند واحدة ترسم على جوزها او ابنها، وكانت بتتجوز عرفي ومسيار وكله بقى زي ما انت عارفة يا حاجة. لولا بس الحظ، لولا حظها اتجوزت واحد غني ومات وورثت وبقت خلود هانم. وانت عرفتي الكلام ده منين يا بيه؟ عرفت مطرح ما عرفت بقى. المهم انت بقى ايه هتعمليها؟ على انها لسه هانم بنت الحسب والنسب والاصل اللي شرف. انا حبيبتي هعملها بما يرضي الله، لان انا مش عارفه المصدر اللي جايب لك المعلومات دي. عايز ايه من البنت؟ ما جايز عايز يتبلى عليها، وجايز انت نفسك بتتبلي عليها. انا بتبلى عليها؟ انا اتبلى على واحده زي دي؟ اتبلى عليها ليه بقى كده يا حاجه؟ ها ماشي. وبعدين انا عايزه اعرف يا حاجه، انت تعرفيني انا الاول ولا تعرفيها؟ طبعا يا بيان اعرفك انت الاول، ده انت روح الحاجه وما شفتش منك اي حاجه وحشه. بس يا حبيبتي انت جايبه لي معلومات مش عارفه اصدقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني انا لازم اتبين صح؟ ايه ده؟ يعني بعد كل اللي سمعتيه ده بقيت انا الفاسق؟ طب الله يسامحك يا حاج. ربنا يسامحنا كلنا يا حبيبتي، بس اللي بيقول كلام غلط عن الناس بنية التشهير بيقولوا عليه كده. وانا وانتي عارفين ان هي حتى لو كانت وحشه زمان، بس اهو لازم نستر عليها عشان تابت. وش عرفك انها تابت؟ دخلتي جواها ولا ما شاء الله يعني مكشوف عنك الحجاب؟ أنا مش هرد عليك عشان أنتي في بيتي وعشان مقدرة حالتك النفسية، بس لنفرض إن هي كانت مش كويسة لكن دلوقتي بقت كويسة، يعني تابت،
يعني ربنا اللي يعرف نيتها، لان انما الاعمال بالنيات، والنيه دي بتاعت ربنا. ولا ايه يا بيان؟ ماشي يا حاج، الحق عليا، الحق عليا ان انا جايه انقذك. تقولي لي كده تنقذيني انا؟ لا يا حبيبتي، انت مش جايه تنقذيني انا، انت جايه تنقذي الشيخ حسن. انا ليه يعني؟ اقول لك ليه؟ عشان انت عارفه كويس قوي ان الشيخ حسن بيثق فيا ثقه عمياء، يعني لو انا نقلت له الكلام اللي انت بتقوليه ده هيصدقني على طول. طيب انا عايزه اعرف بقى دلوقتي ناويه تعملي معاها ايه؟ العمل عمل ربنا يا حبيبتي. الاول اتاكد من المعلومات اللي انت قلتيها ديت، وبعدين ساعتها اتصرف. بقول لك ايه، اللي فيه الخير بيقدمه ربنا. كتر خيرك يا حاج. ركز معايا كده. في ايه يا حنين، انت مجنونه ولا ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ انت لو ما ردتش عليا هوري لك شغل الجنان اللي على اصول. هرد عليكي فين يعني؟ انت كنت فين الايام اللي فاتت؟ ما بتردش على التليفون ليه؟ كنت نايم، كنت نايم يا حنين. ارتحتي؟ نايم؟ نايم بقالك 3 ايام؟ ويا ترى كنت نايم لوحدك ولا كان معاك حد يا استاذ شريف؟ قصدك ايه بالظبط؟ قصدي يا حبيبي ان انا مش نايمه على وداني، وعارفه كويس ايه اللي بيحصل بينك وبين الزفته اللي اسمها توحه، وانا اللي كنت مفكرهم يومين وهيعدوا. بص يا حنين، انت لازم بقى تفهمي كويس جدا الفرق ما بين الحب وما بين الشغل، اوكي؟ وانا مستقبلي بقى مهم جدا. وتوحه هي مستقبلك يا شريف؟ اه، توحه واقفه جنبي وهتعمل لي الدفليل اللي انا عاوزه. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني يا بيبي لازم تفهمي ان في فرق ما بين الحب وما بين البيزنس، اوكي؟ سي لافي، هي دي الحياه، وانا بصراحه مستقبلي مهم جدا. قولي لي بقى اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش هقعد استنى لغايه ما تخلص حواراتك دي، انا لو مشيت يا شريف مش هرجع لك تاني. ما عنديش حل. ما عندكش حل؟ طب انا هوري لك يا شريف انا هعمل ايه. اللي انت ناويه تعمليه ده يا توحه؟ ايه هو ده؟ مفيش سعيده يا مدام توتي؟ يا مدام توتي، انت ناويه تخشي رايي في الفاشن شو؟ انهي واحد فيهم؟ انهي واحد فيهم؟ ليه، انت ناويه تخشي اكتر من واحد ولا ايه؟ ما هو شيكو قال لي ان احنا لو نجحنا في الاولاني نعمل التاني. بغض النظر عن طريقتك الاستفزازيه في الكلام، بس انا بتكلم عن الصالح العام. ابو الكوامل بيه ما كانش بيخش في عروض فاشن شو، كان بيشتري منها بس، لان المكسب في البيع، والفاشن شو ده بيكسب من الاعلانات، وانت مش ناويه تخشي باعلانات، يعني هتكسبي منين؟ اه اسمعي يا حبيبتي، انا اللي قاعده هنا دلوقتي، الفلوس فلوسي والكلمه كلمتي، وابو كوامل بقى مش معينك وصيه عليا، فهمتي ولا تحب اقول تاني؟ وبعدين ما تجيبي كده من الاخر، قولي لي يعني ايه الحاجه اللي حرقاكي قوي كده؟ قصدك ايه يعني؟ معرفش، شوفي انتي بقى، مش يمكن يعني يكون اكمن شيكو سابك وخلع منك واداكي البومبه الكبيره وبقى معايا دلوقتي؟ شيكو ده يا حبيبتي سنكوح، اشبعي بيه. بقى شيكو القمر ده، الواد الحليوه اللي يحل من على حبل المشنقه، دلوقتي بقى كخه وبقى مش عاجبك؟ الله يرحم. انت عارفه يا حبيبتي انت بتتكلمي مع مين؟ انا حنين، اللي رجاله البلد كلها يتمنوا يعملوا معايا اوتنج. حنين مين يا اختي والناس نايمين؟ وايه يا اختي الاوتنج ده؟ يعني انت تبقي بره وهم يبقوا جوه، ولا انت تبقي جوه وهم بره؟ انا طبعا مش هقدر افهمك الكلام ده لان المستوى ده عالي عليكي، ومش هنزل لمستواي للمستوى الحقير ده من الكلام. مستوى ايه ايه ايه؟ طب يلا بقى يا حبيبتي، خدي بعضك بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده وامشي من هنا بدل ما هم اجيبك نصين. انا مش هرد عليكي، بس هتندمي يا توحه. باي باي. اندم؟ اندم ايه يا اختي؟ سيبنا لك انت الندم تتعشي بيه بالليل، واللي يفضل بيفطري بيه الصبح. ما تيلا يا بنت، انت وقعتي تشتغلوا، تكوني عكرتوا دمي على الصبح. طيب وانت قلتي ايه البيان؟ هقول لها ايه يا اخويا؟ هقول لها ايه؟ قلت لها ما اتاكد من المعلومات الاول وبعدين ساعتها اتصرف.
انت لو شفت شكل بيان خارجه يا اخويا نور ايده كده ومخنوقه وحاسه بقى ان هي مش هتسكت. يعني هتعمل ايه؟ انا عارفه يا اخويا، هو في حد يعرف الستات بتفكر في ايه ولا دماغها ناويه على ايه في الظروف ديت؟ معرفش، بس اللي انا عارفه ان هي مش هتسكت، مش هتسكت، وانت لازم تتصرف يا شيخ حسن. بالذات بقى هقول لك على حاجه، كلامي ما عجبهاش، فعشان كده اكيد هتدور وتلف لحد ما تلاقي حد يصدق كلامها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. عموما لو بيان جات لك تاني هديها. حاولي تعرفي لي منها هي ناويه على ايه بالظبط. حاضر يا اخويا عينيا، بس بقول لك يا شيخ حسن، يا اخويا ما يقدر على القدره الا ربنا، وانا وانت عارفين اللي فيها، ما حدش في الدنيا يقدر يهدي بيان الا انت. بص بقى، انت تاخدها كده وتقعد معاها قاعده في هدوء وتتصرفوا وتحلوا اللي بينكم. ما هو ده ان شاء الله اللي انا ناوي اعمله. كويس، وانا يا اخويا من جهتي لو جالي اي معلومات ولا عرفت اي حاجه هقول لك على طول. ده انت اخويا في الله يا شيخ حسن. جزاك الله كل خير. واياك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. نسالك الدعاء، ما تنساناش من صالح دعائك يا شيخ حسن. ان شاء الله. الله يكرمك. يلا سلام عليك. مع الف سلام. مع السلامه يا شيخ حسن، استودعك الله. بالسلامه يا شيخ حسن. استغفر الله العظيم. الو، ايوه يا خوخ، لسه نازل من عندي دلوقتي. يا بنت ما تخافيش يا بنت، ده انت روحي الحاجه، ده انت بنتي. لا ما تقلقيش، تنجفتولك على الاخر. بس بقول لك يا خوخ، خدي بالك يا دنايا، خدي بالك يا حبيبتي من البنت اللي اسمها بيان دي، مش ناويه لك على خير ابدا. اه ربنا يعينك عليها يا حبيبتي. بس خالتي جنبك، اوعي. طب يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك، لا اله الا الله. مع السلامه يا خوخ. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. استغفر الله. الكلام اللي انت بتقوليه ده زور، ولا يرضي ربنا ولا يرضي الرسول عليه الصلاه والسلام. وافرض ان الكلام ده حقيقي، هتعمل ايه؟ لا اله الا الله، دي اعراض ناس يا حبيبتي، والشرع نفسه بيتوخى الحذر في المسائل دي. يعني ما ينفعش انت تيجي كده وترمي التهم جزافا على الناس. لا، بطل الكلام اللي انتوا بتقولوه في التلفزيون ده. ها، بطل الكلام اللقاءات ده وكلمني عادي، احنا هنا في البيت، كلمني طبيعي عشان افهمك. ماشي يا ستي، لما نعرف الاول ابقى افكر، لكن افكر الاول ويطلع غلط وتطلع هي مظلومه ابقى قرفت نفسي على الفاضي. عرفت نفسك على الفاضي؟ انت محسسني ان انت بتتكلم عن واحده كده معديه في الشارع، مش واحده عايز تتجوزها وحاطط عينك عليها. انا بتكلم في المبدا نفسه، ليه افكر دلوقتي طالما الخبر الاكيد لسه ما جاش؟ طب افرض ان الخبر الاكيد جه وهي طلعت كده فعلا، هتعمل ايه ساعتها؟ بقى يحلها الحلال. بس افرض ان كلامك طلع غلط، تستحملي عقاب ربنا ليكي بقذف المحصنات؟ ايه؟ ما تردي. ترضي على نفسك واحده كده تيجي وتتكلم عليكي وتقول فيكي؟ ما تحسبونه هينا هو عند الله عظيم يا بيان. بيان، ما تخليش الغيره تعميكي. انا ما بعملش حاجه غلط. وبعدين لو اتجوزتها الشارع محل الاربعه. ايوه 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 كده يا رجاله. انتوا سايبين الشارع كله وماسكين في حته الشارع محل الاربعه. الشارع محلل لك اربعه في ظروف معينه. انا عايزه اعرف انت ايه اللي عاجبك فيها؟ يمكن علشان هي مسهوكه تحبك تسهوك لك كده عمال على بطل، ولا يمكن علشان عينيها ملونه؟ عادي اروح احط لانسز، ولا يمكن بقى علشان شعرها اصفر قوي. ايه رايك اروح اصبغه عند كوافير؟ ولا هو يعني الشرع محلل لك ان انت تتجوز الزوجه الثانيه بشرط ان الزوجه الثانيه تكون ملونه والزوجه الاولانيه دي ابيض واسود؟ قلت لك ما تخليش الشيطان يعميكي. انا ما بعملش حاجه حرام، ده جواز على سنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، بس رسمي. ايوه، يعني قصدك ايه؟ قصدي يعني ان النية مبيتة، وان انت كده كده هتتجوزها حتى لو الكلام ده حقيقي، وعمال تقول لي الله غفور رحيم وكلنا بنخطأ، يبقى زي زيها، مش ده العدل يا شيخ حسن؟ يعني ايه؟
يعني اللي ما ترضاهوش لأختك ما ترضاهوش ليا. يعني انت لو عندك أخت أكيد مش هترضى لها إنها تتجوز عرفي مدى الحياة. والمطلوب؟ المطلوب إن احنا نتجوز رسمي ويبقى زي زيها ونقطع الورق العرفي. طيب وتهدي وما تقعديش تغيري وتقعدي تقولي لي اشمعنى هي قلت لها كده واشمعنى عملت لها كده. ربنا يسهل. هتتجوزني رسمي؟ نكيدهن العظيم. ماشي يا بيان، هتجوزك رسمي. ارتحتي؟ يا اخيرا يا زوزو، اخيرا اتقفل علينا باب شقه واحد بقالنا يومين. اقسم بالله ما مصدق نفسي ان احنا اتجوزنا. لا صدق ونص كمان. ده انا يا اخويا خلاص الناس بعد كده هتناديني وتقول لي يا مدام الباشا الكابتن فارس على سن ورمح، سيدي وسيد الناس كلها. الله اكبر. لا مش مصدق نفسي والله العظيم. ده احنا هناخد كميه عيون هنتحسد يا زوزو والله. بقى انا يا ناس اخطف النجمه اللي الناس كلها كانت بتجيب في سيرتها وتتكلم عليها. او النبي عندك حق يا اخويا، احنا ممكن نتحس. لازم ابخر يوم الجمعه واعمل عروسه من عين اي حد يحسدنا ونحرقها ونرميها في اربع مفاير. او النبي. بس يكون في علم الجوازه ما جاتش خبط لازق كده. ده انا يا اخويا سالت واتقصت، ولو كنت تعرف ان انت ماشي كده ولا كده كنت فركشت الجواز على طول. لا 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 لا، فركشت يا زوزو؟ اقسم بالله ده انا كان جالي شلل ولا مت فيها. لا بعد الشر عليك يا عيني، ان شاء الله اللي بيكرهوك. بس انا بصراحه لما سالت عليك قالوا لي ان انت واد معتدل وعينك مش دايغه ولا بتبص كده ولا كده، فقلت هو ده اللي هينفعك يا بت يا وز، قصدي يا زوزو. يا نهار ابيض يا زوزو، هو انا اقدر ابص لواحده غيرك؟ والله العظيم ما اقدر ابدا. بعدين يعني يا زوزو انت خلاص بقيتي اول واخر حب في حياتي. بس يكون في علمك بقى، حط في بالك اصلا يا اخويا عارفه لعيبه الكوره وعارفه مشيهم، عارفة طبعاً أنت حواليك معجبات وبنات زي القمر بتروح وتتزوق وتحضر الماتشات. قال إيه متابعة الكرة ورايحة تشجعك، ولا هما يفهموا في الكرة ولا نيلة، سألنا أنا. بس هما بيروحوا يا أخويا علشان يشوفوك وأنت خيرك وتمدلهم يا أخويا في الأوتوغراف بتاعك ده. أوتوغراف؟ أيوة فاهمة الحركات دي. فحط في بالك لو عملت حاجة كده ولا كده هوريك الوش التاني. الوش التاني؟ آه ده بقى الوش اللي حذروني منه أهلك. ها انت وشوقك يا عناية. عندي وشوش كتير قوي على حسب انت رايح على فين. عندي وش حب وعندي وش دلع وعندي وش جمال وعندي وش محارة. محارة؟ طب بقولك يا زوزو، ما تسيبك بقى من الوشوش دي كلها ونركنها على جنب كده وتخلينا في الماتشات. الله أكبر، تعالي بقى أقول لك على خطة الماتش. هيلعبني كورة. كورة؟ قولي ورايا يا أخت خلود. إني استخرت الله العظيم. إني استخرت الله العظيم. على أن أزوجك نفسي وبنفسي. على أن أزوجك نفسي وبنفسي. على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. آجله وعاجله. آجله وعاجله. يا أخيرا يا زوزو، أخيرا اتقفل علينا باب شقة واحد بقالنا يومين. أقسم بالله ما مصدق نفسي إن احنا اتجوزنا. لا صدق ونص كمان. ده أنا يا أخويا خلاص الناس بعد كده هتناديني وتقول لي يا مدام الباشا الكابتن فارس على سن ورمح، سيدي وسيد الناس كلها. الله أكبر. لا مش مصدق نفسي والله العظيم. ده احنا هناخد كمية عيون هنتحسد يا زوزو والله. بس يكون في علمك بقى، حط في بالك اصلا يا اخويا عارفه لعيبه الكوره وعارفه مشيهم. فحط في بالك لو عملت حاجه كده ولا كده هوريك الوش التاني. طب بقولك يا زوزو، ما تسيبك بقى من الوشوش دي كلها ونركنها على جنب كده وتخلينا في الماتشات. الله اكبر، تعالي بقى اقول لك على خطه الماتش. هيلعبني كوره. كوره؟ قولي ورايا يا اخت خلود.
إني استخرت الله العظيم على أن أزوجك نفسي وبنفسي على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله والشهود حضور على ذلك والله خير شاهدا ووكيل ها والوراش حسن إني استخرت الله العظيم وقبلت الزواج منك على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله والحضور شهود على ذلك والله خير شاهدا ووكيل ألف مبروك. الله يبارك فيك. تفضلي لو سمحتي من هنا. عندي فين؟ تفضلي. توقيعك يا شيخ. ألف مبروك. تفضلوا يا جماعة، ده رز بلبن من اللي وصى عليه لقمان. تفضل. تفضل يا مولانا. تسلم إيدك من جد بالعدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبويا يا شيخ حسن. نستأذنك بقى. طيب استناني يا مولانا، أنا جاي معاك. تحت أمرك. السلام عليكم. اتفضل. ألف مبروك يا سيف. الله يبارك فيك يا رب. معلش يا حبيبتي، أنا هنزل أوصله عشان أنا منزله من بيته وهو تعبان. مش هتأخر. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فلندعو لهما جميعا. اللهم بارك لهما. آمين. اللهم بارك عليهما. آمين. اللهم اجمع بينهما في الحلال. آمين. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا شيخ حسن. الله يبارك فيك يا مولانا. وتتفضلوا. إيه ده يا شيخ حسن؟ رز بلبن برضه من اللي وصى عليه لقمان؟ لا المرة دي عاشور. وماله يا سيدي؟ كلها نعم ربنا. بقولك يا شيخ حسن، انا عايزك تعدل ما بين العاشوره وبين الرز ابو لبن، يعني معلقه من هنا ومعلقه من هنا، مش معلقه من هنا ومغرفه من هناك. والله دمك زي العسل. طيب استاذن انا بقى. طب استناني يا مولانا، انا هنزل اوصل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. توصل مين بقى يا حسن؟ بقول لك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا، فمش معقوله يعني يا سيدي يروح لوحده. نازل مخصوص ايه؟ ما هو يروح لوحده، يعني معقوله توصله وتسيبني انا؟ مسافه السكه وراجع. بعدين احنا اتجوزنا قبل كده، انت ليه بتتعاملي يعني على اساس ان هي ليله الدخله؟ انا مش فاهمه يعني، يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه ذوق وواجب. الراجل جالنا مخصوص من اخر الدنيا. جاي من اخر الدنيا يعني جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك؟ بيان بعد العيد ما يتفتلش ضحك. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا حسن؟ يعني احنا اتجوزنا قبل كده، وده بس اشهار وتعليق الجواب، فتصرفي عادي يعني وما تقوليش ان ده يوم جوازنا. كده يا حسن؟ ما تزعليش يا قلب حسن. انا هنزل بقى عشان الناس مستنيه تحت، ولا ترضي يقولوا على جوزك قليل ذوق؟ لا طبعا، كلك ذوق. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ والله العظيم ما مصدق نفسي. الحمد لله على سلامتك يا ست ستات. الله يسلمك يا فخر. طب ما انا كنت عندك في زهر اخر نيم، قلتليش ليه؟ كنت عملت حسابي، كنت استنيتك النهارده. اذا كنت انا نفسي ما كنتش عارفه. معقوله؟ طب ده انا مش فاهم. اتفاجئت عاملين لجنه اسمها حقوق الانسان، وضحكك بقى. قال ايه؟ طلعوني حسن سير وسلوك. ده باين عليهم سلوكهم هم الضربة. سيبك انت يا باشا، اهم حاجه ان انت رجعت تاني في وسطينا وفي الملاعب. ربنا يخليك. قول يا فخري، اخبارك ايه وعامل ايه؟ والله صدقيني من ساعه اللي حصل وانا لا عارف اكل ولا اشرب ولا نام ولا عارف اشتغل ولا اي حاجه يا راجل. والله صدقيني، وعلشان خاطر المفاجاه الحلوه دي انا عايز اسقي مصر دي كلها شربات يا قمر. شربات ايه يا راجل؟ ده انا ميته من الجوع، عايزه اكل اكله حلوه كده زي بتوع زمان. انت تؤمر، بس على فكره هنا نظام مشاريب،
شوف اي مكان يعجبك وانا وديكي فيه على طول. اوكي. بقول لك ايه يا فاخر، فاكر البيت وزة اللي كنت كلمتك عنها؟ اه فاكر. وانا جايه لقيت عامل لها اعلانات كتيره قوي قوي قوي. هي ايه بتشتغل ايه دلوقتي؟ والله شوف هقول لك على حاجه، على حسب معرفتي عيشتها ارتاحت وتنغنغت قوي دلوقتي وشغاله في فندق 5 نجوم. 5 نجوم؟ إيه بقول لك يا فاخري، إيه يلا بينا نروح لها ونبقى نتعشى هناك بقى بالمره. وماله حبيبي، يلا يلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، فهذه بضع وقفات في موضوع النفاق لما له اهميه في هذه الايام التي كثر بها المتكلمون بالاسلام وهم بعيدين عنه كل البعد. ولعلها وقفات تنبهنا عن النفاق والمنافقين وتعطينا بعض الملاحظات، لأن هم يا جماعة شاطرين قوي في الخداع. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ونقعد نسمع كده منهم ونتمزك إن مقلوبهم إيه بعيد عنكم سودة. طبعا هتسألوني احنا ازاي هنعرفهم يا شيخ حسن؟ اول حاجه بيبقى عندهم القلب، مرض القلب، وطبعا مش اللي في دماغكم، انما الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى: وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى يا جماعه مريض القلب الحقيقي مش اللي عنده القلب، انما مريض القلب الحقيقي هو المنافق. الحمد لله على السلامة يا ست سرور. طب والله نورتي المكان. يا حبيبتي الله يسلمك يا وزة، انت عاملة ايه يا بت؟ انا كويسة الحمد لله زي الفل. بس قوليلي، هو انت رجعتي من البعثة امتى؟ حالا، يا دوب دفعت الجمرك وجيت على هنا على طول. الا ما عرفتنيش. اه ده فخري بيه من اعز اصدقائي. اهلا وسهلا، منورنا. ربي يخليك. انما ايه الحلاوه دي يا بت، حلوينا قوي وبقينا نجوم كبار قوي كمان. البركه فيكي، لولا انت بس بعتيني لعلي سكسوكه ما كانش كل ده يا اختي حصل. والله اصيله يا وزه، وتمرت فيكي العشره. العشره ما تنشغل على اولاد الحرام. بس انت ما قلتليش انت ناويه تعملي ايه، وانا طبعا تحت امرك في اي حاجه تعوزيها. يا حبيبه قلبي انا شايلاكي العوزه يا بت. تعرف يا فخري، البت دي اول ما شفتها ما نزلتليش من زور، لقيتها بنت حمائيه كده ومش طايقه دبان وشها، لكن بعد كده بقت حبيبه قلبي واقرب واحده ليا. والنبي من شكلها صاحبه صاحبتها صحيح. الله يخليك، ده انت منور. سعيده يا زوز. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ يا حبيبتي وحشاني يا قمر. ايه الحلاوه دي يا بنت؟ انت ايه القمر ده؟ ده انت بقيتي فشر سحر حمدي. ايه ده الحلاوه؟ ابلة سرور، اهلا وسهلا يا اختي. ده انت جيتي القضاكي. بقول لك ايه يا وزه، انجهي لي الامن بتاع المكان ده عشان يربي الرمه دي. يرموا مين بره يا حبيبتي؟ ده انا بفلوس اشتري المكان ده كله وارميكي انت بالكنبه اللي قاعده عليها دي بره. تكونيش فاكره نفسك يا وليه، لسه مدام سرور مديره المنتخب، ده انت حيالله بقيتي درجه ثالثه. ليه يا حبيبتي؟ سحبوا مني اللقب ولا سحبوا مني اللقب؟ ده انا هفضل طول عمري السوبر يا حبيبتي. حته بتاع صايعه صايعه ساعه ليه يا حبيبتي؟ ده انا صباع رجلي الصغير ده لما اقصه كده وطرفه يطير في الهوا يشتري 10 زيك يا مدام بالعضويه. انا مدام بالعضويه يا وليه، على ما تفرج تفرج ويجيبوها منين يا اختي؟ وزه اندهلي الامن بتاع المكان ده عشان يرمي الرمه دي بره. انا لو جبت الامن بتاعي دلوقتي هياخدوك انت ويرموكي بره المكان. اصل نسيت اعرفك، توحه اعز صحابي. صحابك؟ معقوله تقولي الكلام ده لستك سرور؟ ستك انت، ستك انت وتاج راسك. معلش يا عم فخر، ما انت شايفها بتغلط في الناس اللي تخصني، قاعده في مكاني وبتغلط في اعز صحابي. عيب يا وزه الكلام اللي انت بتقوليه ده، حتى احترم وجودي. احترم ايه يا عنيا؟ اذ كان هي لا احترمت وجودك ولا احترمتني ولا احترمت صاحبتي ولا احترمت المكان، ولو نطقت كلمه كمان هخلي الامن يجرجروها يسحلوها على بره دلوقتي. عيب برضو الكلام اللي انت بتقوليه ده. بقول لك ايه يا راجل انت؟ انت حبيبي حسابك مدفوع، ترابيزتك فوق راسي وعليها مليون بوسه. اما الست سرور فخدت نصيبها،
شتمتين حلوين يعلموها الادب، مع اني يا حبيبتي والله كنت بطلت شتايم خلاص. بيت يا توح. نعم يا زوزو. يلا يا حبيبتي لحسن دمي فار. يلا يا روح يا با. يلا يا زوزو. يلا يا حبيبتي. يلا يا زوزو يا روح. يا قمره. طب ورحمه امي لحوريكم يا ولاد الكلب. صب لك يا صاحبي. صب صب عشان انا خلاص مش قادر استحمل تاني، مش عايز. صب صب كمان صب، انا تعبان قوي يا مل. ايش البتاع ده بيخلص بسرعه قوي يا عم؟ زبرته بيطير. بيطير يعني نوع من انواع الطيور. طب اشرب يا صاحبي. اشرب معلش اشرب، يعني اقعد اشرب لوحدي؟ ادينا بنشرب مع بعض. بطوطه. مين؟ انا سيد. ها سيد ده مال وشك مكشر كده ليه؟ ايه ده، وانا باين عليا ان انا وشي مكشر؟ باين عليك جامد. بس انا دبيت خناقه مع البت وزه واخوها، كلتهم علقه موت. ايه ده يا راجل؟ تخيل لقيتها واقفه بترقص على المسرح. على المسرح؟ وبدله رقص خليعه. ايه خليعه دي؟ يعني مفندقه من كل حته. وانت عارفني انا حمش، ما بحبش الكلام ده. قمت واكلها شلوط مخبرين لازقها في السقف مطيرها، ما بقتش عارفه ترقص، بترقص بجنب واحد كده. ضربتها؟ ده وبعدين كمل. وزه سكتت يعني عادي؟ هي ايه اللي سكتت؟ تسكت. ايه اللي هيجرى يعني؟ ايه اللي هيجرى اما تتضرب؟ ما تسكت عادي يعني. هي حاولت ان هي تضربني بالقلم، بس انا رحت مهوي القلم بتاعها وقمت واكلها بالبنيه في وشها على طول. ضربتها يعني؟ عينيها ضربت شقلباز. اصل يا صاحبي. قام طالع لي بقى الواد اخوها. الواد اخوها الطحش ده اللي بيتكلم ده، وعامل لي فيها بروسلي وبيلعب كاراتيه وبتاع. طب ده ما عتقتوش. ما عتقتوش، قمت مديله بالقفا واكله كف صليبه في وشه. بقت الدنيا تضرب احمر في اخضر في ازرق، فمبقتش شايف اي حاجه، لحد ما جم الجماعه السفيورتي دول. السينيورتي. سينيورتي. الامن. الامن. ايوه جماعه الامن دول جم قاموا شايليني من تحتيه قبل ما موته. من تحتيه؟ من فوقيه. من فوقيه قبل ما انا قلت تحتيه. قلت تحتيه. لا من فوقيه، راحوا شايليني من فوقيه بقى. لا لا من فوقيه. لا انت كده اصلا يا صاحبي. امال انت فاهم؟ خد اشرب. لا استنى، احكي لنا، كمل لنا ايه اللي حصل يا سيد. لا سيبني اشرب عشان انسى. سيبه يشرب. طب اشرب. وبعدين بقى كمل. بس قعدوا يضربوا فيا، نزلوا فيا ضرب، ما بقتش شايف اي حاجه قدام مني، وقفايا ورم، انا قفايا بيحرقني قوي من كتر الضرب. نزلوا فيك ضرب؟ يا سيد الكلام ده سيد. كلت حته علقه. علقه اللي كلتها يا سيد؟ انت لسه قايل لنا ان انت اللي ضربت ولزقت في الحيطه وانت اللي كسرت الدنيا. انت اللي كنت في ايه؟ انا اللي كنت في ايه؟ دي خناقه تانية. ما دي خناقه تانية. هو البتاع ده ايه جايب معاه صراحه ليه؟ جاب معايا صراحة. انتوا مش جايبين جهاز زي كل مرة ولا ايه؟ لا ده بتاع جديد كده. الواد ما اللي جاي طالبة معايا صراحة ليه كده؟ طب قول لنا هنعمل ايه يعني؟ احنا بص بقى، احنا لازم نتكتك للعيال دي. انا بصراحة مقهور منهم ودمي محروق. احنا لازم نرجع للشقة بتاعت زمان. احنا نراقبهم ونسطب الشقة ونسطب المكان اللي هم بيقعدوا فيه، ونعمل الخطة المتينة ونطب عليهم في نص الليل، نخلع بما حمل ثمنه. ثانية واحدة، نحمل ما غلى ثمنه. معلش عشان البتاع ده ايه جاز ده ثمنه، بس ثمنه ده عجبتني، ان احنا نحمل اللي غلى ثمنه ونطب في نص الليل. يعني 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 نتحين الفرصه، اهم حاجه نتحين كده. يعني ايه نتحين دي؟ نتحين يوم. يعني ايه؟ يعني ايه نتحين؟ بقول لك حين فلان، حينه يعني نقفش. نقفش الفرصه. نقفش الفرصه. نقفش. انا بحب الجو ده بقى. ايوه. طب افرض يا سيد واحنا بنقفش الفرصه دي واللي انت بتقوله ده مثلا، طب اخوها اللي هو الطحش ده هنعمل ايه معاه ساعتها؟ والنبي يا سيد ده بيلعب كاراتيه، احنا مش قده. فيها ملي، فيها فطوطه، احنا بيهمنا ايه الروح الانهزاميه دي؟ وبعدين هو واحد واحنا ثلاثه، ومع ذلك برضو نفكر. فاكرين الواد الولا سامح بروسلي اللي كان بيدبنا علق زمان واحنا صغيرين؟
ابن الورمه اللي كان بينفخنا على طول ده. فاكر يالا؟ فاكر لما كان بيحط رجلك على قفاك ويسلك بيها اسنانه؟ فاكر؟ اوه بس ده كان بيعملني شرابه. سعيد بتفكرني ليه؟ عمل زعافه بتاعته دي بصح بيه الارض كلها. بس انت قلبك اسود يا سيد، ليه اللي فكرك بالواد الزباله ده؟ احنا نروح للواد ده، انا عارف سكته. الواد ده همه على بطنه على طول، نعمل له اكله حلوه على ازازتين بيره حلوين على سجارتين حلوين، ونقول له يدربنا على كام حركه من الجامدين دول. يضربنا تاني؟ يضربنا ايه؟ يدربنا 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 كده، ونعمل حركات وبتاع علشان ما حدش يقف قدامنا بقى. ما احنا مش هنقعد طول الوقت نتضرب، لازم نضرب. صح صح اصلي. وعلشان برضو نأمن نفسينا نجيب لنا جوز بلطجيه علشان يحمونا ويحرسونا، ونشاور لهم على اي حد عايزين نضربه ويقوموا ضاربينه على طول. نشاور بس، نشاور نقف بعيد ونشاور لهم، ونشاور هم بقى اللي يضربوا، اللي يطيحوا بقى، واحنا نتفرج كده من بعيد ونطلع لساننا ونجري. ايوه انتوا تقلتوا في الشيبسي قوي على فكره. المباراه مصر ابتدت، و الوينج اليمين يا عيد انا قلقانه قوي. لا ان شاء الله فارس ابراهيم يوسف بيجيب جون يا رب. فارس مجدي عبد الغني محمد رضوان شجعوا يا عيال. فارس العب يا فارس، فرصه حلوه. معلش فارس 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 فارس. يلا 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 الثلاثه وياه، ثلاثه وياه. فاول يلا يلا بقى. اوبا طويلة لإبراهيم يوسف. إبراهيم طويلة قدام، ودانا حلوة. لا بعيدة بعيدة، معلش. في فولو، في فولو جميلة من علاء نبيل. فارس 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 فارس. شوي غريب نزل. يا نهار اسود يا نهار اسود. اقسم بالله كسر عشان الواد ده احسن منه. الواد كسروا عشان هو احسن وربنا. فاشون ايه؟ فاشون شو؟ ومن امتى توحى بتخش في الفاشون شو ده؟ احنا مالنا احنا ومال الحاجات دي؟ احنا عمرنا ما دخلنا في الحاجات دي. ايه اللي دخلنا اصلا؟ حاولت اقنعها اكتر من مره ان الموضوع ده ملوش مكسب لينا، بس هي ما اقتنعتش بكلامي. ايوه انا اللي نفسي افهمه دلوقتي، ايه اللي دخل حكايه الفاشون شو اللي انت بتقولي لي عليها دي في دماغ توحه؟ يعني توحه نامت وصحيت حلمانه، جالها هاتف في المنام قال لها يا بت يا توحه خير الله لما اجعله خير، روحي اعملي فاشون شو وانت ان شاء الله هيتفتح لك باب السعد والهنا. ايه اللي دخلها في المواضيع دي؟ اتعرفت على موديل اسمه شريف. عرض مين يا اختي؟ عرض ازياء؟ عرض ازياء ايه؟ هو الموضوع معقد شويه يا ستي. احكي. وحد قالك ان انا حمار؟ احكي قولي لي ايه وانا هفهم، مالكيش دعوه اتفضلي. انا وشيكو كنا مرتبطين وبنحب بعض. صل على النبي، دي الحكايه سلطه بقى يا بنت حميد. ايه العارض ده كان معاكي شويه وقلب على توحه واقنعها بالفاشون شو؟ الله الله الله، ده انا بتلعب بيا بقى في وسطيك ولا ايه؟ وعرفتوا بعض منين يا اختي انت وهو وهي؟ عرفتوا بعضكم منين؟ اتعرفتوا على بعض؟ ايه كنتوا قاعدين في النادي يعني بتلعبوا سكواش؟ ده انتوا كبركم بتروحوا مركز شباب الجزيره وما انتوش اعضاء، ده انتوا بتقطعوا في تذكره. عرفتوا منين؟ مش بالظبط كده، مش انت قلت لي خلي دايما عينك عليها وما تسيبهاش، خديها معاكي في كل حته؟ بقيت اخدها معايا في كل حته، عرفتها على اصحابي واتعرفت على شيكو، وفجأة لقيتهم هما الاتنين اتقربوا لبعض وكبر في دماغها حكاية الفاشن شو. الصلاة على النبي عليك، الصلاة على النبي عليك. انت اللي عرفتيهم؟ بتاخدي شغلتها يا بنت؟ ده انا بطلتها، بتورثيني بالحياة. حضرتك يعني كنا بنحب بعض. انت وشيكو. ايوه. ودلوقتي شيكو بيحب توها وتوحى بتحب شيكو. مثلا احكي لي بالتفصيل، احكي لي. احكي لك على كل حاجه، بس انا في حاجات كتير ما اعرفهاش وفي ديتيلز انا مش متاكده منها. في ايه يا اختي مش عارفه؟ قصدي تفاصيل يعني. انا بقول لك احكي لي اللي انت مش عارفاه.
احكي لي اللي انت عارفه. انا هرتبه جنب بعض كده زي البازلز، مش اسمها بازلز، هرتبه جنب بعض كده واعرف اللي انت مش عارفاه. بس احكي لي، ما تخبيش عليا اي سنتوف قد كده. حاضر. انا كنت طالعه رحله سفاري مع اصحابي وخدت توحه معايا، وبعد كده اتعرفت على شيكو، فجأة لقيتهم بيلعبوا لعبه الازازه، بيسالوا بعض اسئله غريبه من تحت لتحت، وتسالوا اسئله وهو يرد عليها حاجات انا اصلا ما اعرفهاش عنه. وبعدين في اخر الخروجه لقيتهم هما الاثنين واخدين جنب لوحدهم، فبتحصل بينهم حاجات غريبه، وبقت بتختفي عني وما تردش عليا، وهو كمان ما بقاش يرد عليا. قايل قايل ان رحلات السفاله دي ما بيجيش من ورا غير وجع القلب. اه يا دكتور رجلي. طب والنبي يا اخويا، والنبي قول لي، هو يعني هي رجلك كسرت ولا ايه؟ لا هو مش كسر، هو قطع في الرباط الصليبي. انا عارف مين اللي عمل كده، والواد ده مش هسيبه، هجيبه. يا ابني اهدى شويه، اللي حصل ان هو اتحرك حركه غلط وهو بيرقص، الركبه ما استحملتش، راح الرباط مقطوع، ودي بتحصل لاغلب لعيبه الكوره يعني. يا دكتور انا شفت الواد اللي كسره، ولو ما كانش كسره ما كانش جه هنا. خلاص يا عيد اهدى بقى، المهم دلوقتي قول لي يعني الرباط ده هنعمل فيه ايه؟ هنصلحه ازاي؟ هي عمليه بسيطه وربنا يقويه. يا نهار اسود، هو هيعمل عمليه؟ ما تقلقيش، هي عمليه خياطه للرباط الصليبي، وكلها 3 شهور في الجبس، وبعدها زيهم مع العلاج الطبيعي وهيبقى فل ان شاء الله. 3 شهور جبس و3 شهور كمان علاج طبيعي؟ يا نهار اسود. يا مدام زوزو ما تقلقيش، بقول لك انا شاك. على العموم احنا هناخده ونروح المستشفى وهنعمل اشعه، وساعتها هنفهم اكتر وهضمنك ان شاء الله. طب وما رحناش على المستشفى ليه؟ يلا يلا عشان نقوم. يلا انجز يا دكتور، اسعاف مش قادر. ايه ده يا كابتن، احنا كلمنا الاسعاف وزمانها جاي. ونستنى ليه يا اخويا عربيه الاسعاف؟ ما انا معايا عربيتي. وادي عيد، شيله يلا ونروح بيها على المستشفى. لازم رجليه تفضل مفروضه كده عشان احنا مش عارفين الاصابه عامله ازاي، ولو تليها ممكن تزيها اكتر. طب وبعدين وفين عربيه الاسعاف؟ ما تستعجلوها. طب بعون الله بقى، لو عربيه الاسعاف ما جاتش في خلال دقايق انا هعمل غلط معاكم كلكم. حسن انت بتلبس؟ اه لبس خروج. ايوه مش مصدقك يا حسن، سايبني وخارج بعد اول يومين جواز. يا حبيبتي لازم تعرفي في الاول ان احنا مش متجوزين جواز تقليدي، عشان تقعدي تقولي لي بقالنا يومين وازاي تنزل والكلام ده. ثانيا يا روحالي، انت متجوزه راجل داعيه، يعني زي الدكتور، ماليش مواعيد شغل. يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدي، انا بتاع ربنا. ربنا بقى قالك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجه ان هي تطيع جوزها عشان طاعتك ليا هي اللي هتدخلك الجنه في الاخره. انا عايزه ادخل جنتك في الدنيا قبل ما ادخل جنه ربنا في الاخره يا حسن. يعني ايه يا خوخ؟ انا عايزه اتهنى بيك يا حسن. خوخ لازم تعرفي كويس ان انا متجوز الدعوه. وانا ماليش دعوه، انا مراتك وليا حق عليك. طيب انا نازل دلوقتي، عايزه حاجه؟ نازل رايح فين؟ نازل عندي درس. درس الساعه 11 بالليل يا مولانا؟ اه 11 بالليل بعد قيام الليل والتهجد. السلام عليكم. جيب العواقب سليمه يا رب. يا رب تقوم بالسلامه يا رب، دي البنت يا حبه عين امها ما لحقتش تفرح بجوازها. او النبي يا امها. امين امين يا رب، يا رب خد بيدها يا رب يا رب. كابتن هم اتاخروا جوه كده ليه؟ معلش العمليه بتاخد وقت. ايوه بس اكتر من كده، دول بقالهم فوق الساعتين. مش مهم الوقت قد ما المهم العمليه تنجح ان شاء الله. يا نهار اسود، يعني هي ممكن ما تنجحش؟ لا انا اقصد مش مهم الوقت قد ما مهم انها لازم تتعامل صح. ولما هم يا اخويا شاكين انها ممكن ما تعملش صح، ما سافرناهوش بره ليه؟ ما هو الدكتور اللي موجود هنا بيدرس في المانيا، كل اللعيبه بتوعنا بيكشفوا عنده، ولو كان هو شايف انها محتاجه سفر كان قال. استر يا رب. محسود. او النبي يمه. والنبي يا اختي محسوده، كل الناس بتقول ايه الامل اللي بقت فيها وزه دي، بقت نجمه ومتجوزه الكابتن فارس بحاله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يقعد لهم في عينهم وعافتهم وفي ولادهم. قادر يا كريم، خد من قلبي وصر. جوليه حرام عليك، بلاش دوع الناس، بلاش دوع. حرام ايه؟ واللي قاعد ده مرمي جوه مش حرام عليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك ان بنتك خلاص مش قادره. انا عايزك انت بس تدعي له ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، وبلاش دعاء الناس حرام، عشان ربنا يستجيب. ان شاء الله هيستجيب وهيقوم بالسلامه وهيكدهم واحد واحد. بس بقول لك ايه يا بيت، لما ان شاء الله كده يقوم بالسلامه تجيبي لي دي حلاوتي. حاضر يا ام. ساعه حلوه يا اختي كده ان شاء الله، بس ما تخافيش مني. ادعي لي يا ام، انت الوحيده اللي حاسه بيا. قوم بالسلامه يا حبيبتي. يا رب يا رب بتاعتي. يا لهوي يا ام، انت في ايه ولا في ايه؟ استر يا رب.
ايه ده بيان؟ خضتيني. والخضه مش حلوه في اول الجواز. ولا في اول الجواز ولا في اخره. الحمد لله على السلامه. الساعه 11 ونص، انت مش قلت لي ان انت جاي الساعه 10؟ معلش يا حبيبتي، الشوارع كانت زحمه قوي النهارده. زحمه؟ زحمه ايه يا حبيبي؟ النهارده اجازه، كل الناس قاعده في بيوتها مع مراتها. صح، معلش. كل سنه بقى وانت طيبه، وربنا يجعل كل ايامنا سعاده من غير نكد. نكد؟ ايه 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 تعمل ايه؟ ايه، افضل قاعد بهدوم الخروج؟ لا يا حبيبي، روح هناك وكمل السهره هناك عند اللي انت لسه جاي من عندها، وغير هدومك بقى ونام براحتك واعمل كل حاجه براحتك. عندها ايه وتخاريف ايه؟ انا كنت بدي درس في المسجد ولسه راجع منه. بجد؟ والدرس بقى كان حلو على سنجة 10؟ ايه السؤال؟ طبعا كان حلو، والحمد لله الناس استفادت قوي. انت ما تتخيليش انا ببقى سعيد قد ايه لما بعلم الناس من العلم اللي ربنا مديهولي. وربنا يجعلنا بقى من الناس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليهم: خيركم من تعلم العلم وعلمه. عليه الصلاة والسلام. وموضوع الدرس ده كان عن ايه بقى؟ عن الكد وكفارة الكد؟ انا مش فاهم يا بيان، انت قصدك ايه؟ قصدي ان ما ينفعش تبقى شيخ يا شيخ حسن وتكذب. انا نسيت ان الرجاله عندهم رخصه بالكذب على الزوجه. بيان، هو انت اتجننتي؟ واضح ان تفكيرك الغلط ده هيخليك تخرفي. انت ازاي بتتهميني ان انا كذاب؟ ولا اتهمتك، انا بقول لك عن موضوع الدرس، وبقول لك عن رخصه الراجل ان هو يكذب على مراته. انت ليه بقى خدت الكلام على نفسك ولا اللي على راسه بطحه؟ تصدقي انا غلطان ان انا جيت؟ كنت فضلت في المسجد معتكف وبتعبد كان احسن، على الاقل كنت خدت ثواب بدل الغيره والنكد اللي انا فيها دي. كل شويه غيره غيره غيره، ما بقتش عيشه. مع السلامه، يبقى روح بقى خليها تغطيك وتدفيك كويس. الحمد لله على السلامه يا كابتن. ايوه كده يا بطل. الحمد لله على سلامتك يا فارس. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. يلا بقى يا كابتن، شد حيلك، الملاعب محتاجه لك والشباك بتناديك. يا رب يا دكتور. وانا قدامي قد ايه كده واقدر انزل الملعب تاني؟ ما اكذبش عليك، في ناس عملتها بعد 6 شهور ورجعت، والناس قعدت سنه. انت وشرطك بقى، بس على فكره الموضوع محتاج عزيمه وقوه اراده. سنه ايه وست شهور ايه؟ ده حتى لو 6 شهور ده كتير قوي. كتير ايه يا راجل، هيعدوا. بس انت شد حيلك. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا كابتن جوهري، والله تعبتوا نفسكم على الفاضي يا جماعه. انا كنت جاي لوحدي، بس قلت اجيب معايا حسام عشان يقول لك ان هو عمل العمليه دي مرتين وقام منها زي الحصان. بجد والله يا كابتن حسام؟ ايوه طبعا يا فارس، الحمد لله عملت العمليه. بس اهم حاجه يا فارس الصبر. طبعا مش هوصيك، لازم تسمع كلام الدكتور ودكتور العلاج الطبيعي، وان شاء الله في خلال من 2 لـ6 شهور هترجع زي الحصان وهتاكل النجيله اكل. انا مش قلت لك كده؟ رب دكتور. طيب يعني انا قدامي مثلا 2 شهر كده واقدر اعمل علاج طبيعي؟ ان شاء الله من بكره هنعمل تمارين خفيفه، وبعد 2 شهر ان شاء الله هنعمل علاج طبيعي. يا رب يا دكتور يا رب. احنا هنسيبك بقى دلوقتي. الف حمد لله على سلامتك يا بطل. على فكره مركزك في المنتخب محجوز لك. تسلم لي يا كابتن جوهري، والله ما كنتش عايزكم تتعبوا نفسكم. تعب ايه بس يا فارس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا راجل ده حتى التيم مضلم من غيرك. وبعدين ما تزعلش، ليك عليا يا سيدي ان اقعد اجيب اجوان لغايه ما انت ترجع بالسلامه. حبيبي يا كابتن حسام. هنسيبك احنا بقى. اتفضل يا حبيبي. يلا السلام عليكم. متشكرين، يلا كابتن. متشكرين يا كابتن. وعليكم السلام. مع الف سلام. متشكرين على الورد. وحشتيني يا زوز. وانت كمان والله. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك يا عيد. رجلي. معلش يا حبيبي معلش، ما هو الجرح لسه سخن. وبعدين انت هتاخد المسكنات وتبقى زي الفل، كلها يومين وتطلع تجري. وبعدين انت يا اخويا ما شفتش الورد اللي جايبينه لك بره؟ كميه ورد قافل باب المستشفى. زملائك واصحابك في المنتخب كلهم جايبين لك ورد. ورد؟ ده مش ورد مرض يا زوزه، ده ورد شماته. شماته ليه يا اخويا؟ كفى الله الشر، ما انت زي الفل اهو. للأسف كل اللعيبة عينيهم على مركزي في المنتخب. خلاص هفضلهم اهو زوزو. إن شاء الله خير يا حبيبي، فضلهم مؤقت بس، وشد حيلك بقى عشان ترجع تملمن تاني.
وتخلي المدرجات كلها تولع من الحماس. هتولع ان شاء الله وهنقف ونسقفلك ونشجعلك ويرجعوا يكتبوا عننا تاني في الصحافه. وانت يا حياتي انا واقعه من الجوع. تاكل فراخ مشويه؟ النبي انا عايز اكلك انت. وادي عيد يلا يا اخويا نصرف شويه سيبني مع جوزي. يلا يا واد يا اخويا من كتر ما رجلك وجعاك ابتدت رجلي توجعني من حب. انتي ومعاكي ليه؟ ما تنساش الفراخ المشويه يا وادي عيد. على سلامه يا كابتن. ايوه كده يا بطل. الحمد لله على سلامتك يا فارس. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا زوزو. يلا بقى يا كابتن شدي حيلك، الملاعب محتاجه لك والشباك بتناديك. يا رب يا دكتور. وانا قدامي قد ايه كده واقدر انزل الملعب تاني؟ ما بكذبش عليك، في ناس عملت 4 شهور ورجعت، والناس قعدت سنه. انت بشرتك بقى، بس على فكره الموضوع محتاج عزيمه وقوه اراده. سنه ايه وست شهور ايه؟ ده حتى لو 6 شهور ده كتير قوي. كتير ايه يا راجل، هيعدوا. بس انت شد حيلك. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا كابتن جوهري. احنا هنسيبك بقى دلوقتي. الف حمد لله على سلامتك يا بطل. على فكره مركزك في المنتخب محجوز لك. تسلم لي يا كابتن جوهري، والله ما كنتش عايزكم تتعبوا نفسكم. ما تقولش كده، ده حتى التيم مضل من غيرك والله. ليك عليا يا سيدي ان اقعد اجيب اجوان لغايه ما انت ترجع بالسلامه. حبيبي يا كابتن حسام. هنسيبك احنا بقى. اتفضل يا حبيبي. يلا السلام عليكم. اتفضل. يلا يا كابتن. متشكرين يا كابتن وعليكم السلام. مع الف سلام. متشكرين على الورد. حشتيني يا زوز. وانت كمان والله. ممدوح طمني يا باشا. اخبار توحى ايه؟ هقول لك يا باشا، بس هقول لك يا باشا في ايه يا ممدوح؟ لا تاني بصراحه الكلام ما يتقالش، الكلام بقى تقيل ومش عارف اقول لك ايه بصراحه. يعني يا عم قول اللي عندك. شريف يا باشا، شريف وطوحة. ما هي شريف وطوحة سيرتهم بقت على كل لسان، محدش بيتكلم الا عليهم يا باشا. وشريف لازلها في كل حتة. لازلها في كل حتة زي يعني بخرجوا مع بعضهم لوحديهم يعني، ولا في وسط شلة مع بنت حنين وصحابهم كده؟ لا يا باشا لوحدهم. شريف وطوحة لوحدهم؟ راحوا فين؟ بيتقابلوا يا باشا، بيتقابلوا لوحدهم في أماكن خاصة. عرفت منين الكلام اللي أنت بتقوله؟ البنات اللي في المحل وحنين، الدنيا كلها بتتكلم عن الموضوع ده يا باشا. أمان تلك البات وحد استغل فرصة إني محبوس ومش عارف أطولك وتوسخي سمعتي وتحط راسي في الطين. اسمع من روحي. أمر يا باشا. حاجتين لازم تعملهم. أول حاجة عايزك تعين واحد من رجالتنا ما يبقاش وراه أي حاجة غير إنه يراقب توحة خطوة بخطوة، يعد عليها نفسها. انت لو قدرت تزرع لها واحد في عينيها اعمل كده. تاني حاجه بقى اذكر الله لا توحى ابو الكوامل بيقول لك اوعى تنسى بنت ان هو اللي استلمك عجينه وشكلك بمزاجه، هو اللي عملك وهو اللي خلاك. لا انت مش هتقدر تقول لها الكلام ده، انت تقول لها كلمه واحده بس لا توحى ابو كامل بيقول لك لم نفسك. ايوه باشا، بس انا فد يعني قلت لها كده، وانت عارف بقى انها عصبيه وممكن تقل ادابها عليا يعني. انت ما تديهاش فرصه. انت تطرش لها الكلمتين دول وتخلع. يا زوزو زوزو انت يا زوزو. ايوه في ايه بس يا فارس؟ نعم يا حبيبي. خير. كلمي للدكتور يا حبيبتي، قولي له ان انا رجلي وجعاني جدا والجرح مش قادر، عايز اهرش فيه مش قادر. مش معقول يا فارس كل شويه يكلمني الدكتور، وبعدين انا لسه مكلمه من ساعتين وبيقول نفس الكلام. خد المسكنات وانت تخف. خدت الزفت مش عامله اي حاجه يا حبيبتي. طب اتصلي بيه وانا هكلمه. يلا يلا. يا با اتصل بالدكتور كل شويه، مش عارف اقول ايه بصراحه. معلش يا رب. هاي يا دكتور معلش، كابتن فارس عايز يكلمك بنفسه. معلش اتفضل. ايوه يا دكتور، خدت المسكنات يا دكتور مش عامله اي حاجه. ليه استحمل؟ هو انا كل ما اكلمك هتقول لي استحمل استحمل؟ بقول لك مش قادر يا بني ادم. يوه
خدت التلات زفت برشامات مش عاملين اي حاجه يا دكتور. يا اخي مش قادر يقول لي استحمل ده غبي ده ولا ايه؟ بس ايه ده؟ مش معقول ان انت بتعمله في نفسك ده. وبعدين الدكتور بيقول كل ما تتعصب كل ما الجرح هيوجعك ومش هتخاف. انت كمان بقول لك في جرح زفت لازم ابقى زفت عصبي. في ايه يا فارس؟ اعمل لك ايه؟ طب وانا اعمله؟ صرفي روحي، هاتي لي اي علاج تاني غير الزفت اللي كاتبه الحمار ده. بكلمه اللي اتصرف. معلش انا هروح بره دلوقتي اشوف في درج الادويه يمكن الاقي لك مسكن ولا حاجه، بس عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطر صحتك وحياتي عليك اهدى شويه. يلا يا حبيبتي ارجوك يلا بسرعه بسرعه. استغفر الله العظيم يا رب. يا بياني انا بفضل الله من اشد معجبينك ومتابعينك يا مولانا. ربنا يخليك يا حبيبنا، بس كلمه معجبين دي بتفكرني بلعيبه الكوره. طب بذمتك يا مولانا مش الدعاء لله افضل من الدعاء اللي بيجي ورا حته كوره؟ يا سيدي هم لهم الدنيا ونحن لنا الاخره. يا شيخ حسن، من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. واللي هنسيبها لهم كده يبوظوها ويخربوها على الناس. هو حضرتك تقصد ايه؟ انا اقصد انه زي ما لعيبه الكوره مشهوره كده في كل حته، لازم الشيوخ يبقوا مشهورين ومعروفين اكتر منهم كمان. انت عارف ان المصريين ما شاء الله كتار قوي في الدول العربيه، وهم حابين يعرفوا دينهم من شيوخ مصرية زيهم. يعني قصدك أروح أخطب الجمعة هناك وأرجع؟ لا طبعاً، أنا قصدي إن إحنا هنطلع بجولة في الدول العربية، وهنبدأ بدول الخليج، وهناك الناس متشوقة تسمع كلام ربنا بلهجة مصرية، وشيوخ دمهم زي العسل زيك، كل ده ما شاء الله متوفر في حضرتك. بس ما تنساش إن أنا عندي شغل هنا. يا شيخ حسن، لما تروح هناك هتعرف إن اللي هنا ده مش شغل. هناك الدعوة إلى الله هتدخلك الجنة في الحياة الدنيا. رفاهية ايه وملذات ايه؟ طيب زي ما حضرتك شايف. زي ما قلت لك، من أرادهما معا فعليه بالقرآن. على بركة الله. على بركة الله. منور يا باشا. ليك وحشة يا سرور. وحشة؟ وحشة ايه يا اخويا؟ أنا زعلانة منك. ببعت لك مرسال يكلمك في التليفون ويقول لك سرور محتاجالك، تقوم تهزقه وتهدده إنك تسجنه؟ أنا فاهمك. الفترة اللي انت اتسجنت فيها دي حصل حاجات كتير قوي في البلد، وكانت العيون علينا وكانت تليفوناتنا متراقبة، وكان لازم اعمل كده واكلمه بالطريقة دي عشان سمعتي، وانا مترضكيش ان سمعتي تتضر. يا خبر، برضو ده يرضيني انك تتضر بسببي؟ على العموم يا باشا احنا لسه فيها ملحوقة، يعني بمعنى كده ان في بنتين كده حرقين دمي وعايز اجيب مناخرهم الارض. يا سرور انت لسه خارجة من السجن، ما تعمليش مشاكل لنفسك. انت عايزه ترجعي السجن تاني؟ المفروض تقولي يا حته دارين وتداري لغايه لما ترتبي اوراقك وتشوفي هتعملي ايه. انا اوراقي مش هتترتب ولا هيهدالي بال غير لما انتقم الحيتين دول. هما مين؟ بنت اسمها زوزو بتشتغل رقاصه، وواحده صاحبتها زوزو. ده زوزو بقت علاقتها بناس كبيره قوي في البلد وبقت واصله عني. يعني هتتخلى عني للمره التانيه يا باشا؟ انا مش بتخلى عني، انا بس بعرفك حجم عدوك عشان تعرفي تتعاملي معاه. المهم هتعمل ايه؟ طيب سيبيني بس يومين كده وانا اشوف لك حل في الموضوع ده. وعد يا باشا. وعد. قومي بقى سيبك من القصه دي بقى، وشغل لنا شريك كاسك كده وارقص لنا رقصه من بتوع زمان من اللي كانت تطير العقل. لهوي عليك يا باشا. على العموم من عينيا. ها ايه رايك؟ انت ما تتخيليش انا لفيت قد ايه عشان اجيب لك حاجه تعجبك. انت يا حبيبتي لو لبست خيش هيبقى عليكي حرير. انت اللي بتدي قيمه للحاجه مش هي اللي بتدي لك قيمه. ها ما قلتليش ايه رايك في زوي؟ كويس. هو انت لسه زعلان؟ خلاص بقى مسامح كريم والعفو عند المقدر. اصل يعني مش حته دهب هتيجي ترميها لي هقوم افرح وازغرط واعمل كده حاجات عجيبه يعني. يا حبيبتي الهدية دي تعبير عن مشاعري. هو أنا ليه فكرت ونزلت جبت لك الخاتم ده؟ عشان ما بحبش إنك تزعلي مني. ده معناه بقى حتة الذهب أرميها لك وخلاص؟ آه، أنت يعني كنت الأول بتفكر فيا لوحدي، لكن دلوقتي في شريكة بتشاركني كل حاجة حتى تفكيرك. لا إله إلا الله، ما أنت عارفة الوضع من أوله. والمسلمين عند شروطهم. والعقد شريعة المتعاقدين. وانت عارفه الوضع وانا قايل لك عليه. جايه دلوقتي بقى تضايقيني؟ انا ما كنتش فاكره ان الوضع هيبقى كده.
انا كنت فاكره انها هتبقى يعني جوازه وخلاص، مش واحده تيجي تاخدك مني. يا حبيبتي انا عارف ان الغيره دي حاجه غصب عن المراه، بس لما تزيد عن حدها تبقى حاجه غلط. الغيره دي نار، ومفيش راجل يقدر يعيش في وسط النار، يعني هيشكل فرار على طول. بيان، مفيش حاجه تبعد الراجل عن مراته غير الغيره. يعني انت عارف ان دي حاجه غصب عني، يعني انا بغير عادي يعني زي كل الستات بتغير علشان بحبك قوي. ما انا يا حبيبتي عشان كده جبت لك الهديه دي عشان اصالحك بيها. طب بقول لك إيه؟ انت جبت لها هي كمان هديه زي دي؟ لا اقسم بالله على كده، وانت عارفه كويس ان انا ما بحلفش كده. انا عارف، انا عارفه ان انت ما بتكذبش ابدا، بس يعني يلا. بص بقول لك ايه، هو واسع عليا شويه يعني، او ممكن اروح اضايقه او اقول لك ممكن اتخن شويه. ربنا يخليك يا روحتي. يا حسن، يا حسن انا بحبك، وبعدين بحبك قوي، ما تزعلش مني. وانا كمان بحبك يا روحتي، وضحكتك دي بتفرح قلبي، بس من غير غيره. حاضر. رجلي شد يا با. جرى ايه يا عم فارس؟ شد حيلك، عايزينك تقوم بالسلامه كده اوام اوان. مش قادر، انا مش قادر، وجع حيفرتك رجلي يا اخي، مش قادر. مسكنات مش محوقه. بقول لك ايه يا عم فارس، ما تسيبك من جو المسكنات ده، انت ما فيش حاجه هتنفعك غير ده. ابعد يا بني ادم. يا عم دي حته حصوايه، وبعدين الدنيا مش هتخرب يعني من سطرين. حصوايه ايه وزفت ايه؟ وانا هنسى اللي عملته في الواد سوكا، ده كان هيموت منكم يا غجر لما شد اوفر دوز. رجلي كده تقول على اولاد منطقتك كده يا كابتن؟ ما كانش العاش. وبعدين احنا كان قصدنا خير، سوكا طول عمره طماع. اضرب الصنف ده وانت مش هتحس باي وجع، وكمان بعديها ايه هيخليك تعمل احلى واجب. واجب ايه يا جدع انت؟ بس واجب من الواجبات الزوجيه. انا في ايه ولا في ايه يا بني ادم؟ انت ما بتفهمش. وبعدين انت مش عريس جديد ولا ايه؟ عايزينك كده تقوم بالسلامه على طول. تعالى يا عم، ده القلم مش مخليني اركز في اي حاجه في الدنيا، حتى الملعب اللي انا بعشقه خلاص مش هنزله خالص لمده شهور يا عم. عشان كده بقى بص، لازم تشد عشان تنزل الملعب، عشان الناس تشوفك. يلا يلا امسك بالراحه. يلا بالراحه. شد عشان الناس تشوفك بتلعب تاني مره واحده. ايوه على مره واحده. أيوة. الله عليك، هو ده نجم، هو ده. واحده ايه ده بس، هترتاح دلوقتي. شو قلت لك؟ ايه رايك؟ هو ايه يعني؟ مفيش الا نسوان خواجات، مفيش مصريات، ده حتى المصريات زي القمر. في طبعا مصريين حلوين قوي، بس احنا شو بتاعنا عايزينه شو علم، عايزين الدنيا كلها تشوفه. حبيبتي احنا مش عايزين حاجات محليه كده. طب ان شاء الله تعملوا بقى الحاجه العالميه دي، بس قبل ما فلوسي بقى تاثر، عشان انا فلوسي قربت تخلص. ايه ده ازاي كده؟ زي الناس. يلا عشان انا عندي مشوار. لا استني بس، انت رايحه فين؟ اقعدي. شباب معلش في المكتب بس. ماشي يا معلم. سلام. مالك بقى، في ايه؟ مفيش، سايبك مع اصحابك عشان تشوف بقى موضوع نسوان خواجات دي هتصرفوا عليهم منين وازاي. يا توتي اولا ما اسمهمش نسوان، اسمهم مودلز، وبعدين لازم تعرفي ان ده شغل. تاني حاجه انا ما كنتش اعرف ان القمر بيغير عليا. ايه الباكج اللي انت بتقوله ده؟ طب بذمتك واحده في الجمال والحلاوه اللي انت فيها دي، لما تغير على واحد شبهي انا المفروض اعمل ايه؟ بقولك ايه، انت بتقول كلام حلو قوي بقى، وانا ممكن اصدقك. طب انت عارفه ان انا عيان؟ عيان؟ أوه. عندك ايه؟ مفيش، رحت للدكتور كشف عليا، قال لي انت تعبان جدا ولازم تبص في عينين اجمل واحده في مصر 3 مرات في اليوم. وبجد الحاجات اللي انت بتقولها دي يعني بجد، ولا انت بتضحك عليا ولا بتهزر ولا ايه؟ تعالي هنروح على فين؟ تعالي بس حاولي بعدين.
زوزو. يخرب بيت عقلك خضتني. وبعدين انت ايه اللي مشاك على رجليك قبل ما الدكتور يقول لك؟ يا حبيبتي ما انا زي الحصان اهو. ايوه بس ده خطر عليك انك تتحرك قبل الميعاد اللي الدكتور قاله لك. يا حبيبتي ولا خطر ولا حاجه. وبعدين انا مش عايزك تزعلي مني يا زوزو. انا عارف ان انا كنت سخيف معاك اليومين اللي فاتوا. ولا يهمك. كل يهون عشان خاطر عيوني. حبيبتي. انت مش عارفه اصلك يا زوزو الاحساس اللي انا كنت حاسه. كان الم فظيع قوي. بجد كنت مخنوق جدا. اصل يعني ايه لعيب اول ما يلعب في نادي اللي بيحلم طول عمره يلعب فيه فجأة اتصاب؟ لا هو مش اي اصابه، ده رباط صليبي يا اخويا. وايه يعني رباط صليبي؟ بكره تبقى احسن من الاول وترجع. وبعدين هو انت اول واحد يعمل رباط صليبي يا اخويا؟ ده الخطيب عملها قبل كده. الله 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 الله، ده احنا عندنا معلومات كرويه اهو. يا ابني ده انا زوزو اللي تعرف القرد مخبى ابنه فين. حبيبتي يا زوزو. ربنا يخليك لي. بس صحيح بقى، قولي ايه اللي قومك من السرير ومخليك كده مصحصح ومزاجك رايق؟ اه السطر يا زوزو. الايه يا اخويا؟ السطر؟ الستر. الستر يا زوزو والصحه الاثنين دول الانسان بيحتاجهم قوي. والنبي ما انا فاهمه منك حاجه، وانت بتقول ايه؟ والنبي انا ما فاهم نفسي اصلا. والنبي عسل. انت اللي قمر. طب بقولك بقى يا زوزو، انا ميت من الجوع والله العظيم. بعدين انا لو ما اكلتش دلوقتي ممكن اكلك انت يا قلبي. يا راجل بص لنفسك، وانت فيك حيل؟ انا فيا حيلين، انا مش حيل واحد بس. طب اوعى بقى وروح على الاوضه عشان يلا خلص الاكل، احسن اكل هيتحرق. اوضه مين؟ انا عايز اكلك انت يا راجل. امشي يا راجل. والله ما انا ماشي. امشي هاكلك. الو الباشا موجود؟ قولي له مدام سرور مش موجود؟ مسافر؟ اه وهيرجع امتى ان شاء الله بقى من تايوان دي؟ الله، هو ايه الموضوع؟ هو انا كل ما اكلمه يا مسافر يا عنده مؤتمر يا هو في ايه بالظبط؟ طب من فضلك لما يرجع قولوا له عمل ايه في الموضوع اللي انا قلت له عليه اللي هو مطنشه بقى له فتره. لو سمحتي ما تنسيش. كلكوا كلاب. اهلا يا متر، ازيك؟ الحمد لله. ما كلمتنيش قبل ما تيجي ليه على المحمول تقولي انك جاي؟ نسيت والله، ولسه يعني ما تعودتش على استخدامه. بقولك يا مدام، انا سالت على حضرتك امبارح ما كنتيش موجوده. خير؟ كنت فين؟ نعم كنت فين؟ كنت في شغلي يا اخوي. شغل؟ شغل يا مدام، احنا مش متفقين قبل ما تعملي اي حاجه يكون عن طريقي ومن خلالي عشان اكون في ظهرك؟ ما هو انا دلعتي الشغل اللي بعمله ده من فلوس، انا مش من فلوس ابو الكوامل. فاديك خبر ليه يعني يا متر؟ لا مؤاخذه، اول مره اعرف انك ليك فلوس يعني غير فلوس ابو الكوامل. طب اديك عرفت. خير؟ نعم. كنت جاي ليه؟ انا كنت عند ابو كلوان بيه وطلب مني اوصل لك رساله. اتفضل. طبعا سعادتك عارفه مع الرسول الا البلاغ، وانا ماليش علاقه بالكلام اللي موجود في الرساله، وارجو ان سعادتك يعني تكوني هاديه كده. اتفضل. ما تخلصني بقى يا استاذ وتتكلم. الرساله عباره عن كلمه واحده، ابو الكوامل بيقول لك اتلمي. اتلمي؟ جرايه يا استاذ، ما تلم نفسك انت. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ من غير عصبيه يا مدام توتي، زي ما قلت لحضرتك انا ماليش دعوه بالرساله دي خالص، انا مجرد رسول ومش من حقي اعرف السبب اللي خلاه يقول لك كده، وانا نفذت مهمتي وخلاص. عن اذنك يا مدام. ماشي يا استاذ، شكرا، مع الف سلامه. يا تكنيله، قردنا بالهم والهم ما رضيش بيا، على ابو الكوامل كمان. الحقيني يا زوزو، بموت. الحقيني. في ايه؟ ايه في ايه؟ بموت. رجلي. يا لهوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مالك يا فارس؟ في ايه؟ ايه ده يا زوزو؟ بموت. يا لهوي في ايه؟
أنا حاسس هيفرتك رجلي. مش قادر يا زوزو، روحي بتطلع مني يا زوزو. ما يا زوزو هتتفرتك، مسمار نار بيضرب في نافوخي. ايه ده يا اخويا؟ هكلم لك الدكتور، هكلم لك. لا ما تكلميش الزفت ده، هيفضل يديني في مسكنات ما بتعملش اي حاجة. طب انا اعمل ايه؟ طب قول لي. عشان خاطر يا زوزو هاي السطر بودرة. يا نهار اسود ونايم، يا نهار اسود ونايم، هو انت اتجننت يا راجل؟ عشان خاطر يا زوزو بموت يا عم. المرة دي وبس هي اللي بتقلل الوجع يا زوزو، حس بيها. عشان خلاص يا حبيبي، اهدى خالص. هتصرف يا اخويا، هتصرف. شوف يا زوزو، حاضر. اهدى عشان خاطر يا دي النيلة عليا، يا دي النيلة عليا، يا دي النيلة. سامي كيف هانا ريتانا وورد ميرم سيجا فوق سيجا برين افانا دي تانا. لا حول ولا قوة الا بالله. اقعد يا واد، اقعد. وانت اتلسعت من التلفزيون ولا ايه؟ تحت امرك ماي سيستر. عامله ايه يا وزتي؟ كويسه الحمد لله. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في موضوع مهم. امورينا يا وز. عارف محمود الطخون اللي ساكن عند بيتنا القديم؟ انت عايزاه في ايه؟ ده جوز صالحها وسكته كلها شمال. انا بقى عايز السكه الشمال. انت هتتجنني ولا ايه يا وز؟ اسمع بقى للاخر. قولي. فارس جوزي ماله؟ هيموت من الوجع، ومفيش حاجه بتفوق غير البودره. بودره يا وزه دي فيها كلابوش. هي بودره، في ايه يا عيد؟ انا ما عنديش حد غيرك تسند عليه. تمام، عايزه ايه؟ خد دول يا واد. انا ما اعرفش دول يجيبوا قد ايه، بس محمود التخن معرفه قديمه ومش هيحط معاك في السعر. روح قول له عايزين حبه كويسين يعملوا 4 تذاكر بس. خلاص ما تلاقيش، انا هتصرف. واد يا عيد، الكلام ده سر بيني وبين. في حاجه طلعت بره قبل كده يا وزه؟ جدع يا واد، بس يلا بسرعة لحسن فارس هيموت مني. حصل. تعالى يا بنت هاتي القهوة، حطيها. تمري بحاجة تانية يا ستي؟ لا لما عاوز حاجة هندهلك. يلا غوط بقى كده يا فخري، أنا صعبان عليا منك أوي. معقولة يا راجل أطلبك في التليفون البيت السكرتيرة العرة بتاعتك دي تطرقني وتقول لي اصله مسافر عنده اجتماع داخل الحمام؟ والنبي ما تزعل، ليك عليها مخلص لك ودانها بنت القديمه دي. وعلمونا قدامك اهو، اؤمريني. أمارك؟ بأمارت ايه يا اخويا أمارك؟ انت خلاص يا فخم ما بقتش بتجيني يا حبيبي الا عشان مزاجك وخلصنا وتمشي ودي وش الضيف. تقصد ايه يعني يا سرور؟ اقصد ايه؟ انا مش تلميذه يا فخم، انا فاهماك كويس قوي قوي قوي. يا حبيبي انت بتجيلي بس عشان تفتكر ايام زمان. وفي احلى من ليالي زمان وايام زمان. بس يعني علوم دي يعني حاجه ما تزعلكيش، ان يكون ليكي معزه خاصه عندي. معزه؟ بأمارت ايه؟ ده انا يا حبيبي لما عوز بق ميه وانت في ايدك تسقيني بتبخل عليا بيه. طب بذمتك ودين، انت شفتيني في يوم من الايام بخلت عليكي في حاجه؟ بس انت مش حاسه ان طلباتك بقت اوفر فعلا؟ اوفر؟ اوفر ليه؟ اوفر ليه؟ وانت كمان بتتكلمي؟ انت ناسي لما طلبت مني ان انا اجيب لك زوزو راكعه تحت رجليك وقلت لك ما ينفعش، قلت لي اقتل صاحبتها. وهي دي كبيره عليك يا حبيبي؟ ده انت باشاره منك تخلص كل حاجه. اخلص ايه يا سرور؟ انت شايفينها على التانيين قتله؟ ما تفوق تشوف انت بتكلمي مين؟ انا فايقه يا حبيبي وعارفه بكلم مين كويس. لو الحوار ده يخصك كان زماننا بنقرا الفاتحه عليهم، لكن عشان الحوار يخصني ما بقتش قتالين قتله. لا ده انت باين عليك اتجننت. انا ماشي ومش جاي هنا تاني، وبحذرك يا سرور لو جبت سيرت مع اي حد او اتصلت بمكتبي تاني انت عارفه كويس ان انت مالكيش دية، وفعلا هنجرب فيك وهنكون قتالين قتله. بقى كده يا فخري معلش الكلام خني، حقك عليا يا فخري. انا ماليش غيرك يا فخري، هتتخلى عني؟ بلا خني بلا زفت، ده انت بان عليك اتجننت واللي كان ومجنون اللي يعرفك تاني. اشرب اشرب زيح، شكل الصنف ده عجبك قوي صح؟ اصلي يا اسطى يدوم اول واجب.
لا يا حبيبي، ده في واجبات كتيره، ده انت منورنا النهارده. في حاجه؟ ايه في حاجه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه. مين ده؟ معايا معاك. لا ده انت تنورنا انت وصحبتك، ده لسه في اكل وجاي وكل اللي انت عايزه، دي الخرابه بيتك ومطرحك يعني. ها في حاجه؟ ايه في حاجه؟ هو ماله بيتساءل ليه كده؟ ليه متسائل؟ ما تركزش معاه عشان هو بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش. لا اله الا الله، ده بيكلم حاجات في الهوا. ربنا يعفى عنه وعنا جميعا يا رب. ها ايه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه، خد راحتك انت وصحبتك على دماغنا حبيبي. على دماغنا من فوق. حاجه دي تلزمني. إيه تلزمني يابا؟ دي حضرتك انا سارقها وتعبان وشايل. تلزمني. ماشي ما تغلاش عليك يعني، مفيش اي حاجه في الدنيا تغلى عليك. اتفضل. وعلى فكره كمان انا بصراحه معايا ساعه، يعني لو تلزمك دي برضه تلزمني. برضه تلزمني يابا. حاضر انا تلزمني. حاضر بس عشان ما تتقطعش. اتفضل حضرتك. اتفضل ده انا اللي قلت لك عليها، انت ما كنتش شايفها. معلش تلزمني. اتفضل. هو اللي قال الجزمه دي تلزمني. تلزمني انا؟ لا يابا تلزمني. تلزمك انت صح. عايز فرده واحده ولا الاثنين؟ الاثنين. اديله الثانيه يابا. واحده الله يبارك لك. سيب لي واحده امشي بيها. اقلع يا اخلص يا فطوط. اخلص في الهوا. اقلع يا سيد. احنا تلاقي اناني كده بتلم حاجه زمايلك. هو كده يابا، عاجبك ولا مش عاجبك؟ خد راحتك يا اخويا، خد راحتك. بص بقى، احنا بعتنا نجيبك علشان كنا عايزين نفكرك بايام الشقاوه زمان. فاكر لما كنت اول ما نخرج من المدرسه تقوم دببنا علق اول ما بتشوف خلقتنا كده؟ فاكر لما كنت بتخلي الواد بيلي ده رجله تلف حوالين قفاه وتقلبه زي فرده الشراب؟ فاكر؟ وفاكر لما كنت مربطك في عمود النور واحنا خارجين من المدرسه؟ ايوه فاكر. خلاص ايه عادي، كنا بنلعب استغمايه. احنا بقى جايبينك علشان تعلمنا كام حركه من الجامدين دول اللي انت كنت بتعملهم معانا، الحركات بتاعت الكاراتيه دي وبروسلي وبتاع. مين؟ الحركات بتاعت زمان، بتاعت الضرب والحركات. لا ايه؟ ليه؟ انت نسيت ولا ايه؟ الله يخرب بيتك، انتوا سيتوه. انتوا جايبين ايه؟ انتوا بتشربوا ايه من الصبح؟ بنزين. فكروا باسماء الحركات. حركه ايه وحركه ايه؟ يمكن نفتكر. واحده بس. بنزين ايه؟ بتشربوا بنزين ايه؟ انا هقول لك بصراحه، انا كنت هشتري نص براندي وانا جاي، بس الفلوس ما كفتش، وقفت في الطابور خدت 2 لتر بنزين 80. الله يخرب بيتك وبيت سنينك، قاعدين نشرب في بنزين 80 من الصبح. طب وفيها يا سيد؟ هي المعده بتشوف حاجه؟ كله بيتبربع وخلاص. بتقول بيتبربع ايه؟ هو بيسقي تاكس؟ هو ايه اللي بيتبربع؟ وبعدين الواد ده بيشرب سولار اساسا. وده غاز طبيعي، تسقيهم حاجات تبوظ الفلاتر بتاعتهم ليه؟ ها؟ المهم احنا عايزينك تعلمنا بقى كام حركه من الجامد. وفاكر حركه مروحه السقف؟ بس دي حركه خطر. وانت كنت عايز حركه جامده برضه تعلمها، اللي هي المروحه اللي هي الستاند اللي هي اللي واقفه دي وانت بتروح لافف رجلك كده وانت واقف. ده عايز حركه البوتاجاز ابو عين واحده. عين واحده بس. الحاجات دي كلها صعبه عليكم، قبل ما تعملوها لازم تتعلم الاول تفتح حوض. تفتح حوض؟ لا ده سكر على الاخر. هو اللي تفتح يا ابني اسمها تفتح الحنفيه بتاعت الحوض، مش كده؟ الحوض مفتوح اساسا، بس هي حنفيه عمرك شفت حوض مقفول؟ انا عارف، مفيش الكلام ده خالص. يعني بعدين احنا حراميه، نفتح خزن، نفتح شقق، ايه نفتح حوض دي؟ ما تقلقش معايا هتتعلم كل حاجه. على خيرة الله، اهو نجرب. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. ما تقرا يا عم، في حاجه؟ مفيش حاجه. هو بيكلمني انا؟ لا اله الا الله. والله العظيم ثلاثة لولا انك غالي عليا انا ما كنت جبت حباية. تسلم يا عم توخ. دول اخر حب، وبعدين البضاعة شحم السوق، والحكومة شد حيلة علينا اليومين دول، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. فوق راسي يا عمنا، بس زي ما قلت لك كده، جوز اخت عيانه ما بيخفش غير بيها. يا عم ربنا يشفيه يا عم، وانت كلامك عندي مصدق. ولما تيجي تحتاج تعالى لحبيبك التخن وانا اصقضي لك. اصلي حقاتك كام دول ابن عمي؟ باكو. وبعدين بقى نهار اسود عمال اقول لك مفيش ولا حبه، والحكومه عماله مقفله علينا الدنيا، وجايب لي شويه الفكه دول وبتقول لي ينفع كده برضه يا عم عيد؟ امال انت عايز كام يعني؟ طب عادي مين ده؟
عاد الله وعاد الله وعاد الله وعاد الله انا عطوهم لك بسعرهم ما كسبان منك جنيه واحد. قصر ادخلنا وهات من الاخر. عايز كام؟ عايز كمان عايز كمان باكو. فل مرضي؟ مرضي يابا. ربنا يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين. ربنا يخليك في حالك. فين المادة؟ اديله بقى يا عم بقى يا عم. فل هتخرج. سيبني روح ادخن روح ادخن 5 دقايق مع نفسي.